بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكل إخواني المشاركين في القاعة فردا فردا، فلهم مني كل التحية والإجلال والتقدير لحضورهم الرائع في الحلقات السابقة واليوم بمشيئة الله أيضا بإذن الله تعالى. ولا يفوتني أن أشكر القائمين على هذه القاعة المباركة، وأدعو الله أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أرزاقهم، وأن يجزيهم أن يجزيهم خير الجزاء. إن شاء الله احنا في هذه السلسلة حتى نذكر بعضنا البعض، بدأنا في البداية نتحدث عن البيع، فن البيع، وتحدثنا عن العناصر الخاصة بهذا الفن. ثم بدأنا في حلقتين سابقتين في الحديث عن التسويق. في الحلقة الأولى فغطينا في اللقاء الأول في التسويق تاريخ التسويق وتطوره بداية من أوائل القرن العشرين وحتى يومنا هذا، وتطور التاريخي وتطور المنهجي في التسويق ومفاهيمه وما ترتب عليه من تطور المنظمة وتبانيها للتسويق وتطور أيضا أثر التسويق في البيئة التسويقية. ثم في اللقاء الثاني الماضي تناولنا نقطتين مرتبطتين رباطا عضويا، وهما البيئة التسويقية والاستراتيجية التسويقية. وتناولنا في البيئة التسويقية دراسة البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المباشرة والبيئة الخارجية غير المباشرة. ثم تناولنا في الاستراتيجية التسويقية عناصرها إلى آخر ما تناولناه في الحلقة السابقة. اليوم إن شاء الله سنتحدث في خطوات عملية. حضرتك كمسوق إن شاء الله كيف تستطيع أن تتناول خطة تسويقية أو أن تعمل في التسويق مباشرة؟ اليوم إن شاء الله سنتحدث بشكل عملي عن خطوات 10 للتسويق الفعال من حيث التطبيق العملي لما درسناه وما سنضيفه اليوم بمشيئة الله تعالى. بداية لا يفوتني إلا أن أذكر في هذه الحلقة إن شاء الله أن إعداد هذه المادة العلمية ليست لي ولكن للدكتور ثابت حجازي جزاه الله خيرا، مع بعض التعديلات البسيطة التي أضفتها على هذا العرض، فله كل الشكر وجزاه الله خيرا. نبدأ بسم الله تعالى عن الخطوات العشر لتسويق الفعال، وسنذكرهم يعني سردا كده إن شاء الله، ثم نفصل في كل عنصر من هذه العناصر العشر. فمحتويات العرض اليوم إن شاء الله هي عبارة عن 10 عناصر، سنذكرهم واحدة واحدة. فأول عنصر إن شاء الله اللي هو أحدد مكانة التسويق في المنظمة. يبقى الأول بحدد أنا التسويق عندي شكله إزاي في المنظمة بتاعتي، هل واخد دوره، هل واخد أقل من دوره. فالأول أحدد برضه، ده نوع من دراسة البيئة الداخلية، إن أنا أحدد التسويق عندي حجمه قد إيه في المنظمة اللي أنا شغال فيها. ثم النقطة الثانية حدد مكانك وقوتك في السوق، هذه أيضا نوع من الاستقصاء والدراسة للبيئة الخارجية، مدى وصولي للمستهلك ومدى مقارنتي بالمنافسين ووجودي في السوق حتى أستطيع أن أحدد أين أقف الآن، وبالتالي أستطيع أن أنطلق نحو الهدف الذي أخطط له كتخطيط تسويقي استراتيجي. دول أول نقطتين، اللي هو أحدد مكانة التسويق في المنظمة، ثم نحدد مكاننا وقوتنا في السوق. دي يعني دول بيختصوا بنوع من الدراسة التسويقية، اللي هو الدراسة الداخلية في داخل المنظمة ودراسة مكانة الشركة داخل السوق. ثم بعد ذلك نبدأ في الإجراءات، وهي أول شيء قم بتجزئة السوق الكلي. نجزئ السوق الكلي إلى، كما ذكرنا في اللقاء السابق، نجزئ السوق الكلي إلى فئات حسب ما سنرى إن شاء الله، حتى أستطيع أن أنا أستهدف الفئة التي أريد أن أخاطبها بمنتجها. ثم بعد التجزئة نقوم بعملية استهداف، أركز على فئة معينة من هذا السوق. ثم بعد ذلك نثبت صورة المنتج أو صورة الشركة في أذهان العملاء، نثبت صورتنا في أذهان العملاء. هذه الخطوة الخامسة. الخطوة السادسة وهي صمم مزيج تسويقي فعال. بعد أن حددنا السوق المستهدف نبدأ نصمم مزيج تسويقي فعال مناسب للفئة المستهدفة. أيضا ذكرنا طرفا من هذه النقطة في لقائنا السابق.
ثم بعد ذلك ابني علامة تجارية أو علامة تجارية قوية خاصة بالشركة أو بالمنتج في نفس الوقت إن شاء الله. ثم النقطة الثامنة، حافظ على عملائك الحاليين، وهذه نقطة في غاية الأهمية أيضا. ثم نهتم بعملية التنفيذ. ونقطة الأخيرة، اعمل في إطار الأخلاقي والمبادئ. هذه النقاط العشر أو الخطوات العشر للتسويق الفعال. نبدأ بسم الله في تناولها نقطة نقطة بمشيئة الرحمن. أول نقطة اللي هو حدد مكانة التسويق في المنظمة. أي هيكل تنظيمي للأعمال لابد أن يوجد فيه أربع إدارات، فيه أربع إدارات رئيسية لابد أن توجد في أي منظمة من المنظمات، تضاف إليها بعض المنظمات أو الأقسام الفرعية التي تهم المجال الخاص بالشركة حسب نوعية النشاط بتاعها، ولكن دول الهيكل والعمود الفقري الأساسي لأي منظمة، اللي هو إدارة الإنتاج وإدارة الموارد البشرية، إدارة التسويق والإدارة المالية. دول أربع هياكل تنظيمية داخل المنظمة، لا غنى لأي منظمة من أن تحتوي على هذه الأربع أقسام. تسمى أقسام، تسمى إدارات، المهم بشكل أو بآخر لابد أن يكون هناك إدارة لهذه العناصر الأربعة وباستقلالية. حتى لو أنا شغال مع نفسي، يعني أنا مثلا شغال مدرب أو شغال أي وظيفة أخرى وأريد أن أسوق لنفسي أو أدير أعمالي، حتى أقسم من داخل نفسي، يبقى عندي داخلي في عندي أربع إدارات أقوم بها منفصلة عن بعضها، إدارة الإنتاج وإدارة الموارد البشرية وإدارة التسويق والإدارة المالية. الأربع إدارات دولت لابد أن يوجدوا في أي تنظيم في إدارة الأعمال. وبالتالي أنا هنتحدث عن التسويق الآن، أحدد إدارة التسويق أين يقع دورها بالنسبة لإدارة الشركة ككل. طبعا لابد أن يكون هناك دراسة داخلية للمنظمة نفسها وعلاقة الأقسام ببعضها البعض، وهذا يختص بعنصر الإدارة. ولكن بالنسبة للتسويق الآن أدرس، هل التسويق يأخذ دوره الطبيعي أو لا، أو هناك تقصير في ناحية التسويقية، حتى أبدأ بداية صحيحة وقوية من داخل المنظمة التي أعملون. في برضو عايزين نميز بين حاجتين في التسويق، وهما التسويق الاستراتيجي والتسويق التشغيلي. التسويق الاستراتيجي ده لابد أن يشمل المنظمة من أولها إلى آخرها، ده لابد أن يشارك في وضع الخطط للمنظمة من أولها إلى آخرها مرورا بكل الأقسام. يعني هتلاقي في التخطيط الاستراتيجي والتسويق الاستراتيجي لابد أن تشترك كل الأقسام، سواء في دراسة التسويق أو يعني دراسة الوضع التسويقي أو في المساهمة في التسويق الاستراتيجي. لكن التسويق التشغيلي يهتم به فقط قسم التسويق، فلا بد أن نميز بين التسويق الاستراتيجي والتسويق التشغيلي. طيب احنا الأول حددنا الآن في الشركة موقع التسويق في المنظمة، وأنه فرقنا ما بين التسويق الاستراتيجي والتسويق التشغيلي، ومن يقوم بذلك ومن يقوم بهذا. وبالتالي يبقى عندي الأول بداية قوية داخل منظمتي للقيام بالعملية التسويقية. يبقى أنا الأول أول نقطة حددت مكانة التسويق داخل المنظمة. النقطة الثانية وهي حدد مكانك وقوتك في السوق. أبدأ أشوف وأعمل دراسات تسويقية، أنا مكاني فين؟ أنا لو أنا بتكلم في منتج في 10 منافسين على سبيل المثال، أو كانوا 100 حتى، أنا موقعي فين من 100 منافس دول؟ هل أنا بزيد ولا بقل؟ هل أنا السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها الكيرف عندي او المنحنى بتاعي طالع ولا نازل؟ ابدا احلل هذه المعلومات مبنيه على الدراسات التسويقيه حتى اعرف اين اقف، ادرس واعلم اين موضع قدمي، لانه في اي تخطيط عشان انجح لابد ان احدد ثلاث عناصر. العنصر الاول اين اقف، العنصر الثاني ما هو المستهدف، عايز اوصل لفين، ثم ما هي الاجراءات التي اتخذها وتكون كفيله بتحقيق هذا الهدف. يبقى لابد الاول اعرف اين اقف الان، مكانتي وقوتي في السوق شكلها ازاي. طيب انا هحدد ازاي مكانتي وقوتي في السوق؟ هو بشكل علمي طبعا التناول العلمي لاي موضوع بيخليه غير قابل لان احنا والله ناخد اراء. الموضوع مش موضوع يعني فلسفي، لا، احنا بنتكلم في موضوع علمي له محددات وله معايير. يضاف الى ذلك مهاره القائم بالعمليات التسويقيه، وبالتالي في عناصر بنقوم بتحليلها عشان خاطر
احدد اين اقف الان، حتى لا يكون هناك يعني نوع من الجدل في هذا النقطه. في عندي 3 عناصر حتى استطيع ان احدد اين اقف الان. اول شيء تحليل المنافسين، احلل المنافسين المباشرين للنشاط بتاعي او لمنتجي، ثم استعمل نموذج بورتر لتحليل المنافسه، ثم التحليل الموقفي اللي هو سوت اناليسيس. وكما ذكرنا في التسويق الاستراتيجي انه سوت بيبقى مفعوله اقل شويه واستخدامه اقل في التسويق الاستراتيجي، لكن هنتكلم الان في التسويق التشغيلي بيكون له اولويه عظمى في دراسه التحليل الموقفي. نبدا الاول في تحليل المنافسين. طيب هنحلل المنافسين من حيث ايه؟ اول شيء احدد من هم المنافسون الحقيقيون لنا. بمعنى ماذا؟ بمعنى انه انا بشتغل في مجال ما، مش كل الناس المنتجين في هذا السوق منافسين لي. انا مثلا الان انتج مثلا معجون اسنان، هل كل من ينتج اي شيء خاص بالعنايه الشخصيه يعتبر منافس لي؟ منتجات البشره، منتجات الشامبوهات وخلافه. تمام استاذ اسامه، طبعا لا، لابد ان احدد بالضبط مين المنافس الفعلي ليا. يبقى انا بركز على الناس اللي بينتجوا معجون اسنان. طب هل الذي ينتج مضمضه مثلا او غسول للفم يعتبر منافس ليا؟ هذا منافس غير مباشر، ولكن المنافس الحقيقي ليا الذي ينتج نفس المنتج الذي يستطيع ان يعتبر بديل حقيقي لمنتجي، وبالتالي لابد ان اضع يدي على من هم المنافسون الحقيقيون لنا. ثم عرفت المنافس الحقيقي، ابدا احدد او اعرف بعض اللمحات عن استراتيجياتهم. ماذا يفعلون؟ كيف يتحركون؟ ما هي مستهدفاتهم طويله المدى؟ هل يهدفون الى اخذ حصه سوقيه؟ هل عندهم مثلا هذا المنتج الذي انا انافسه؟ هذا منتج بالنسبه لهم منتج اساسي للشركه؟ هو منتج فرعي؟ هل يهتمون به من ناحيه الدعايه وينفقون عليه حتى يثبت اقدامه في السوق؟ ام انه منتج يعني هم لا يضعون عليه معولا كبيرا؟ ابو محمد يقول نفس المنتج ولكن الجوده تحدد. نعم، لا هنشوف ان شاء الله العنصر ده يعني في المنافسه، هنشوف ان شاء الله ايه موضوع الجوده، لكن انا احدد الان من هو المنافس الحقيقي ليه. استاذ اسامه بيقول كيف يبيع، كيف يحدد سعره. تمام، كيف احدد سعره، كيف يجذب العملاء. تمام، يبقى انا بس وانا في النقطه دي انا بتحدد اكتر عن الاستراتيجيه، هو بيخطط لايه على المدى الطويل للمنتج. هل هو يعني هذا المنتج بالنسبه له يعني في اي مرحله من مراحل عمر المنتج؟ هل هو في مرحله التقديم؟ هل هو في مرحله النمو، مرحله النضوج، او في مرحله الاضمحلال والذهاب الى طي النسيان؟ فلا بد ان اعرف هم واقفين فين. هل بيخططوا الى اعاده طرح هذا المنتج بشكل جديد؟ هل هم بيتخلصوا منه على حساب منتجات اخرى؟ وبالتالي اعرف استراتيجيتهم يعني خطتهم على المدى البعيد لهذا المنتج او للشركه ايضا المنافسه ليه. ثم بعد ذلك ادرس ما هي اهم نقاط القوه والضعف التي لديهم. طبعا نقاط القوه بالنسبه لهم تعتبر تهديد بالنسبه لي، ونقاط الضعف لديهم تعتبر فرص بالنسبه لي. يبقى احدد نقاط القوه عندهم ايه؟ هل عندهم سعر اقتصادي؟ صدى فاطمة بتقول عشان ممكن يقدم منتج إبداعي يقدم ميزة تنافسية. تمام بالضبط كده. يبقى أنا بستغل نقاط الضعف عند المنافسين بحيث أن أنا أبدأ أدخل في هذه الفجوة وأستغلها. ونقاط القوة لديهم لو عنده مثلا سعر تنافسي أو لو عنده جودة أعلى من منتجي، ماذا أستطيع أن أقدم؟ هل أحسن جودتي بحيث أن أنا أنافسه؟ هل أستطيع أن أنا أحرك السعر بحيث أن أنا يكون سعري منافس؟ هل السوق يقبل ذلك او لا؟ اذا لازم احدد نقاط القوه ونقاط الضعف التي لديهم. استاذه منال الصوت عندها ضعيف. هل هذه الامور تنطبق على التسويق الشبكي؟ على كل تسويق. انا صحيح لست متخصص في التسويق الشبكي، ولكن اي تسويق، لان ده عام بكل انواع التسويق. يعني هذا الكلام عام لكل انواع التسويق. تمام. طيب نستكمل ان شاء الله. قلنا ندرس اهم او ابرز نقاط القوه ونقاط الضعف التي لدى المنافسين. ثم من ضمن النقاط ايضا بالنسبه لتحليل المنافسين، اداء المنافسين مقارنه بادائنا. بمعنى
زي ما قلنا في الاول، هل منحنى المنافسه المثالي لصالحي ام لصالح المنافسين؟ المنحنى عندي صاعد ولا هابط؟ طيب اذا كان المنحنى عندي صاعد، هل نسبه النمو عندي مثلا لو انا عندي نمو 5% لازم ما يفرحش ب 5%، لازم اقارن السوق، معدل السوق كله، مجال نمو السوق 10%. لو معدل نمو السوق 10% يبقى انا بخسر 5%. اذا انا لم اكن موازي لنمو السوق يبقى انا بخسر. ما افرحش ان انا اعمل 5% نمو، لا، مجال السوق نموه 7% او 10%، يبقى انا اقل من اداء السوق. لو كان عندي المنافس الاقوى في السوق عامل مثلا 15% وانا عامل 5% واداء السوق 10%، يبقى انا برضه بخسر. يبقى لابد ان انا اقارن ادائي باداء السوق ككل، متوسط السوق، وايضا باداء المنافسين، وخصوصا انا لما اكون شركه يعني مش في المركز الاول او انا في مركز متاخر، كل الشركات اللي في مركز متاخر بتحاول انها تاخد حصه سوقيه من المنافس الاول، يعني بيكون دايما صاحب المركز الاول هو يعني ده محل المشاين لكل الشركات، انه عايز ياخد اكبر قدر من الحصه السوقيه، وبالتالي مين يملكها؟ هذا المنافس رقم واحد، وبالتالي كله بيوجه سهامه الى هذا المنافس رقم واحد، وبالتالي الحفاظ على القمه في المنافسه غايه الصعوبه، لان كله يستهدف المكانه التي وصل هو اليها. يبقى قلنا لازم اعمل تحليل لاداء المنافسين مقارنه باداء المنتج او الشركه التي اعمل بها. يبقى احنا اتكلمنا عن تحليل المنافسين، هنبدا نتكلم عن العنصر الثاني في تحليل المنافسه وحدد مكانك وقوتك في السوق، هو نموذج بورتر لتحليل المنافسه. طيب الان نتحدث عن العنصر الثاني في حدد مكانك وقوتك في السوق، هو نموذج بورتر لتحليل المنافسه. كنا ذكرنا نموذج بورتر في المحاضره السابقه، وقلنا ان في 5 عناصر بيسموه حتى النموذج الخماسي لبورتر، وهو في 5 عناصر بالفعل. عندنا في 4 عناصر على الاطراف، وفي عنصر المنافسون داخل المنافسه. يبقى عندي ال5 عناصر هم عباره عن ايه؟ عباره عن المزودون، هم بيزودوني بالخامات والمواد الاوليه، وعلى الجهه المقابله المشترون، دول عنصر ضاغط بالنسبه لي برضه. في عندي الداخلون الجدد، اذا كان في عندي منافسين ايضا، المجال مثلا في 100 منافس، والله في واحد شايف الدنيا شغاله كويس وعايز اخش يبقى 101، فده برضه بيمثل خطوره بالنسبه لي. في عندي برضه مصدر خطر اخر، وهو البدائل. وهنا يجب ان نميز بين البدائل والمنافسه، العنصر او المنتج المنافس غير العنصر او المنتج البديل. المنافس اللي هو منافس مباشر ليه، لكن البديل هو ممكن يبقى حاجه خارج المنافسه ولكن تمثل بديل اخر لمنتجي وتهدد السوق نفسه. بمعنى لو انا عندي مثلا شغال في مجال منتجات الالبان، مثلا اللبن اللي هو العلب الصغيره دي، او العصير، خلينا نقول عصير، لابد من بدائل. تمام، بالضبط. ولكن احدد برضه، لازم ابقى عارف، يبقى عندي نظره وعندي تحليل لهذه العناصر عشان ما ابقاش انا في مهب الريح. يحل محل منتجي، ما يكونش منافس. يعني مثلا انا بشتغل في مجال العصائر، لو عندي شركه اكس يعني شركه 1 و2 و3 و4، هؤلاء بينتجوا عصائر، دول منافسين مباشرين ليه. لكن انا لو بتكلم في شركات مياه غازيه، بيبسي، كوكا كولا وغيره، هذه ايضا مشروبات ولا تعتبر منافسه، ولكنها تعتبر بديل. الشاي والقهوه، تمام، يعتبر بالنسبه لي ده بديل ولكنه ليس منافس. يبقى افرض مثلا انا بشتغل في مجال العصائر، وحصل عرض مثلا ترويجي على البيبسي والكوكاكولا وهكذا، هذا يعتبر تهديد بالنسبه لي، وبالتالي يبقى عيني ايضا على البدائل وليس فقط على المنتجات المنافسه. وهنشوف ان شاء الله بتفصيل كل عنصر من هذه العناصر. يبقى عندي 5 عناصر في نموذج بورتر، هم المزودون اللي هم بيزودوني بالخامات والمواد الاوليه للتصنيع، ثم المشترون على الجهه المقابله، في العنصر الثالث اللي هو الداخلين الجدد والبدائل، ثم المنافسون داخل السوق. نبدا ناخد الخمسه مع بعض واحد واحد. اول عنصر من هذه الخمسه، تحليل، اعمل تحليل الصناعه هو درجه المنافسه. هنتكلم اول شيء عن اللي هو العنصر اللي في النص اللي هو المنافسه، تحليل الصناعه او درجه المنافسه في الصناعه. بالمناسبه احنا كما ذكرنا في اول محاضره عشان ما نغلطش معانا، لما بتكلم على الصناعه مش معناها الصناعه اللي هو التصنيع، معناها ده مصطلح في التسويق،
يقصد به المجال الذي اعمل به. يعني نتكلم مثلا عن صناعه البرمجيات، صناعه المشروبات، صناعه مواد التكميم، هذا يعني المجال الذي اعمل به في انتاجه. يعني يبقى انا بتكلم عن الصناعه معناه المجال الذي اعمل به. في المقابل بتكلم عن الطلب، بعبر عنه بالسوق. مثلا سوق البرمجيات، سوق الالكترونيات، سوق العمل، سوق هكذا، سوق المال. السوق هذا يمثل او بين قوسين هو الطلب على المنتج. عند الصناعه تمثل العرض، المجال اللي انا بشتغل فيه اسمه الصناعه او يمثل العرض، والطلب يمثله كلمه السوق. طيب نبدا نتكلم في تحليل الصناعه من حيث ايه؟ اي عناصر سنحدد على اساسها درجه المنافسه في الصناعه؟ اول شيء عدد المنافسين. عدد المنافسين، معلش في سؤال سابق، الاخت فاطمه بتقول لو لان لو البديل ارخص هستغنى عن المنتج اللي انا محتاجه. تمام بالظبط كده، هذا ما قلناه في العنصر السابق. بتكلم عن تحليل الصناعه، درجه المنافسه في الصناعه، عدد المنافسين. طبعا كل ما كان عكسين اكتر، كل ما كان فرصتي ان انا اخذ حصه سوقيه مرتفعه تكون اقل، وبالتالي بدرس عدد المنافسين داخل هذه الصناعه. بشوف نمو الصناعه، هل الصناعه بهذا المجال فيه نمو ولا هو النموذج ده او المجال ده في اضمحلال والى زوال. يعني مثلا في بعض التكنولوجيات كانت موجوده، يعني ظهر مثلا في بعض الفترات البيجر اللي هو كان ما قبل الموبايل، كان عباره عن جهاز صغير كده، يمكن ما حدش كثير من الجيل الجديد حضر هذا البيجر، اللي هو كان او بيسموه في بعض البلاد الكليب، اللي هو انا برن من موبايل من كرة ارضي عشان خاطر يعرف بس رقمي ويتصل بي. طبعا ظهور الجهاز المزعج تمام، فظهور الموبايل لغى هذا المنتج، وبالتالي انا لما اشتغل في مجال لابد ان انا اعرف هل الصناعه هذه في نمو او لا. وبالتالي لابد ان انا اعرف هذا المنتج او هذا المجال الذي اعمله هل هو في ازدياد في نمو ام في تناقص؟ حجم النمو، هل نمو سريع متسارع ولا نمو متباطئ؟ يبقى ده من ضمن عناصر تحليل الصناعه. كثافه الاصول، بمعنى ايه كثافه الاصول؟ بمعنى الاصول التي احتاجها للانتاج، محتاج مكن ومعدات واشياء مكلفه، ولا انا محتاج مجرد اشياء بسيطه حتى ابدا المشروع اللي انا بمارسه. تميز المنتج، هل انا منتجي متميز داخل هذه البيئه التنافسيه، ام ان هناك منتج اخر متميز واللي انا المفروض انافسه؟ فيبدا اشوف تميز المنتجات داخل المنافسه. من ضمن عناصر الصناعه ايضا وتحليلها معوقات الخروج، بمعنى ماذا؟ بمعنى لو انا حبيت اوقف النشاط، هل استطيع ان انا اوقف هذا النشاط فجاه واخرج من السوق، ولا الموضوع عقاب هيبقى فيه تكلفه مصاري عاليه وفي نوع من الايه؟ ان انا يعني لا انا اكمل احسن ما ان انا اخرج بهذه الصوره. ابو محمد بيقول مثل تنافس شركه ابل وسامسونج في الموبايل. تمام بالظبط كده. جزاكم الله خيرا. يبقى انا عندي العناصر دي بحلل بيها البيئه التنافسيه داخل الصناعه، هو عدد المنافسين، نمو الصناعه، كثافه الاصول، تميز المنتج، ومعوقات الخروج. ده العنصر الاول في نموذج بورتر للمنافسه. العنصر الثاني اللي هو بيتكلم عن المنافسين الجدد. انا عندي النهارده سوق في مجال ما، والله السوق شغال والدنيا زي الفل، تلاقي فيه كل الناس تتوجه مباشره الى هذا المجال. يعني مثلا تلاقي في مكان فيه مطاعم، يعني مثلا في عمال في مطاعم، مطعم اشتغل، اثنين اشتغلوا، ثلاثة أربعة اشتغلوا، تلاقي في ثاني شهر حوالي 50 مطعم في نفس المجال، أو في أي مجال بقى قس على ذلك كل المجالات. اللي هو كل ما كان السوق مغري، كل ما كان في إغراء إن الناس تخش هذا المجال وتنافس فيه. طب أنا بشوف معوقات دخول منافسين جدد، إن كل ما كان السوق سهل، كل ما كان في عندي منافسين كتير جايين. يعني عندنا مثلا شركات اي شركه انا ممكن نتخيلها، شركات عدد المياه مثلا، كان اول في شركه او شركتين في مصر، الان شوف كم شركه الان بتعمل يعني شركات عدد المياه.
ان كل يلا بدل ما يبقى مثلا عندي 100 منافس، لا يبقى 101 105 110. وبالتالي كل ما كان دخول السوق سهل، كل ما كان عندي منافسين جدد استقرار ان هم يدخلوا. طيب ايه معوقات دخولهم؟ دخول المنافسين الجدد دول، اول شيء صعوبه الحجم الكبير، بمعنى كل ما كان الصناعه او المجال ده بيحتاج الى راس مال عالي، كل ما يعوض لدخول منافسين جدد. لانه كل ما كان راس المال المطلوب للصناعه دي او للمنتج او الشركه دي قليل، كل ما اغرى الناس. طبعا صناعه السيارات طبعا شيء عايزه خطوط انتاج وعايزه تكلفه عاليه لا يقدر عليها اي احد، خلاف مثلا نشاط عادي مثلا زي مجرد تجهيزات بسيطه وشويه ديكورات ومكان موجود، استطيع ان انا اعمل سوبر ماركت، ولذلك تلاقيه منتشر جدا في السوبر ماركت في كل مكان. فكل ما كانت المطلوب راس المال المطلوب كبير، كل ما كان المساله صعبه على اي منافس يدخل السوق مجددا. ثاني عنصر في معوقات دخول المنافسين جدد هويه المنتج، بمعنى لو انا عندي شركتين او شركه واحده حتى مبرزه في هذا المجال، هي منتجها هو علامه فارقه في هذا المجال، هي مثلا شركات المياه الغازيه. فده صعب من عندك بيبسيكو تدخل. اي منتج تاني بيدخل بتحس ان هو يعني ايه بيلعب في منطقه خلفيه خالص من ايه؟ الاثنين الكبار دول. فكل ما كان عندي منتجات صاحبه هويه وتاريخ في هذا المجال، كل ما كان ده بيصعب دخول منافسين جدد. تمام سيبك قول. طيب انا بتكلم دلوقتي انه كل ما كان المنتج له علامه قويه وله هويه مميزه، كل ما كان بيخلي الواحد يفكر كذا مره يخش ويناطح هذه الاسماء الكبيره وهذه المنتجات ذات الصيت العالمي. ولو ان برضه ده الموضوع ده احتاج الى تدقيق شويه، لانه الان التكنولوجي بقى ميسر جدا، بمعنى انه كان اي حد بقى ممكن ينتج اي شيء، فده خلينا شويه في تجرؤ من اي حد يخش اي مجال. وشايفين الصين النهارده بتعمل ايه؟ داخلين في كل المجالات، التكنولوجي اصبح ميسر والدنيا معروفه، واصبح كمان تكلفه المكن اصبحت قليله، اصبح حتى في تنافس ما بين شركات انتاج المكن المصنع. ايضا معوقات دخول منافسين جدد السيطره على عناصر التوزيع. ودي نقطه في غايه الاهميه، لانه لو انا مثلا شركه وعندي منافس توزيع، بالتالي مش هسمح لاي حد ان هو يخش ويوزع عندي. مش هسمح لاي منافس ان هو يعرض في منتجاتي في محلاتي او في منافس توزيع. فكل ما كان عندي سيطره على عناصر التوزيع، فانا كده بعمل تقفيل على المنافسين بحيث ان هو ما يستطيعش ان هو يصل الى المستهلك النهائي ببساطه. يبقى سيطره على عناصر التوزيع. تكاليف التحول. تكاليف التحول، ما معنى التحول هنا؟ التحول بمعنى ان انا اتحول من صناعه الى صناعه. بمعنى ان انا نشاط سوبر ماركت والله ما مشيش معايا، هل استطيع ان انا احوله محل حلاقه؟ استطيع ان انا احوله الى محل خضار؟ اذا كان التكاليف التحول دي كبيره فده بيعوض دخول منتج جديد. انا شغال مثلا في مصنع تعبئه بقوليات، هل استطيع لو انا السوق ما مشيش معايا ومنافسه جديده ومش عارف اقاوم الناس الموجودين في السوق، اعرف احوله الى تصنيع اخر؟ فكل ما كان تكاليف التحول دي عاليه، كل ما كان فيه صعوبه وفيه تاثير الف مره قبل ان ادخل هذا المجال. باشمهندس فاتن بتقول هل المفترض ان اكتفي بالبيع في مكان؟ ان شاء الله هنشوف التوزيع. طبعا ده اكيد لازم اوصل ليه، لان زي ما قلنا في اللقاء السابق ان عندي من الاربعه الاساسيين في عناصر المزيج التسويقي اللي هو التوزيع. ده شيء مهم جدا، لازم يكون السلعه بتاعتي متوفره بالقرب من المستهلك النهائي. فدي العناصر الاساسيه جدا، لابد ان اكتفي في البيع في مكان، لازم يكون عندي انتشار واصل الى المستهلك النهائي بسهوله. فكما ذكرنا تكاليف التحول اللي هي ان انا استطيع ان احول من فضل بسهوله ولا لا. كل ما كان تكاليف التحول عاليه، كل ما كان المنافس او اي حد عايز يدخل السوق جديدا يفكر ألف مره انه يدخل هذا السوق. ايضا يفرق النقطه الموزعين. تمام بالظبط اكيد. طبعا على حسب نسبه التوزيع الخارجي، على حسب خطه الشركه والتفكير الاستراتيجي بالنسبه للشركه. في سؤال ابو محمد بيقول في الصين مختلف الشركات الكبيره تضع على محلاتها سيجاره، من يريد ان يدخل يمنع؟ تمام بالظبط كده، لكن اقصد ان الصين نفسها ما كانتش صناعه، يعني صناعتها خفيفه، يعني حاجات لا تذكر يعني. الان دخلوا في كل المجالات،
ده نتيجة رخص سعر تكاليف الإنتاج ورخص خطوط الإنتاج مقارنة بالماضي. أيضا من ضمن معوقات دخول المنافسين الجدد السياسات الحكومية، بمعنى هل في معوقات أو في يعني قانون بيلزم الناس إن هم يمشوا في سكة معينة في الإجراءات ولا لأ؟ تمام بالظبط كده، القانون بيحاول يحمي، لكن مين هيحمي من مين؟ الآن في نوع من انتشار المعلومات وفي ثورة معلوماتية رهيبة تستطيع أن تعرف أي شيء في يعني قبل أن يعمل اجتماع. حتى في تجسس على بعض السيارات السنة الماضية القادمة كمان. تمام. السياسات الحكومية بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون في معوق لدخول المنافسين الجدد. مثل ماذا؟ مثل مثلا أنه عشان أعمل شركة محمول أو شركة موبايل جديدة في البلد لابد أن أحصل على ترخيص من الجهاز السياسي في البلد أو الجهاز السيادية في البلد. وبالتالي هم اللي بيحددوا عدد الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال. فاذا كان في معوقات من هذا النوع طبعا ده بيعمل تعويض لدخول منافسين جدد في هذا المجال. او مثلا اذا كان في حتى في مستشفى عندي معوقات ايضا في الاجراءات ولابد ان يحدث نوع من التصريحات من وزاره الصحه وهكذا. مثلا بحيث تاخد المنتج تتسرب معلومات. تمام بالضبط كده. انه حاليا زي ما قلنا ان احنا في عصر ثوره المعلومات. وبالتالي اخفاء المعلومه اصبح شيء ليس بالسهل يعني. فده النقطه الثانيه في نموذج بورتر وهو معوقات دخول منافسين جدد. قلنا النقطه الاولى اللي هو المنافسين نفسهم داخل الصناعه، تحليل المنافسه داخل الصناعه نفسها. ثم النقطه الثانيه في نموذج بورتر لتحليل المنافسه معوقات دخول منافسين جدد. طيب النقطه الثالثه البدائل. وكما ذكرنا إليه لا هم يستطيعوا ان هم يقوموا بنفس الوظيفه، في تشابه وظيفي بس ولكن ليس هناك تشابه في المنتج نفسه. يعني كما ذكرنا يعني اي مشروب عصائر او خلافه ونفسه اي مشروب اخر وليس بالضروره العصائر نفسها. فهندرس مثلا ايه في البدائل؟ تشابه الوظيفي. الاسعار كما ذكرنا التشابه الوظيفي اللي هو ان يكون ايه بيشتركوا نفس الاداء يعني. الاسعار اللي هو حرب الاسعار اللي ممكن تشتعل في بعض المواسم مثلا في موسم الصيف او في رمضان. هل التخفيضات والعروض اللي بتديها بعض الشركات اللي عندها بدائل تؤثر عليها ولا لا؟ بالتاكيد تؤثر. انا ممكن استغنى مثلا عن مشروب غازي لو عندي والله عصير معين عنده عرض كويس. يعني بنجد في بعض الاشياء في رمضان مثلا في دول الخليج خدت قيمته ده عباره عن تلال في كل سوبر ماركت في رمضان. وبالتالي ده اكيد بيأثر على المشروبات الغازيه وعلى العصائر وعلى غيره. نتيجه هذا العرض في هذا الموسم. ايضا جوده المنتج. كل ما كان المنتج جيد يستطيع ان هو يفرض نفسه على المنافسين ايضا على المنتجات البديله. نتيجه جوده المنتج. هويه المنتج بمعنى ان يكون له علامه تجاريه قويه، يكون له اسم له تاريخ او اسم له سمعه كويسه سمعه برضه بيفرض نفسه هذا المنتج على المنتجات المنافسه وايضا المنتجات البديله. فده بالنسبه للعنصر الثالث من نموذج بورتر وهو البدائل. بعد كده قوه تفاوضيه للمزودين، القوه التفاوضيه للمشترين. الان عن القوه التفاوضيه للمزودين دول مثلا هو عباره عن ايه عشان مثلا عارفين نتكلم اي مستوى. المزود قلنا ان هو بيزود الشركه بالمواد الاوليه للتصنيع. طيب ده بيمثل تهديد من ناحيه ايه؟ من ناحيه انه ممكن يكون عندي لو خامات بالظبط كده هو التكامل زي ما قلنا استاذ فاضل. ده اللي هو التكامل الخلفي او الخامات اللي هي بتمدني المواد الاوليه لتصنيع. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ فاضل. لو عندي مثلا تركز لهؤلاء المزودين اللي عندهم يعني جهه ما او قاضي او جمعيه بيتضمهم وبالتالي ممكن يعملوا قوه ضغط عليا يعملوا على المشترين مش على الواحد بس على كل السوق المشترين ان هم يكون لهم تكتل يمثل نقطه ضغط على المشترين او عليها كمجال تصنيع. ايضا السيطره بالضبط كده عدد المشترين. انا الان كمشتري من هؤلاء المزودين
هل مثل كثير يشترون من هؤلاء المزودين؟ يعني الموضوع حاليا عنده طلب، المزودين عددهم قد ايه؟ هل كثير ولا لا؟ والمشترين عددهم كثير ولا لا؟ استطيع ان احصل على او اخر. يعني مثلا انا عندي بعمل تغليف، هل اعمل تغليف بفوم؟ هل انا استبدل هذا الفوم بورق بمواد ورقيه؟ هذا تكلفه التحول هيبقى مكلف بالنسبه لي ولا هيبقى يعني شيء عادي؟ هل هيؤثر على جوده المنتج؟ بعمل تغليف مثلا في عبوات بلاستيكيه هستبدلها بعبوات زجاجيه. لو عندي والله هم الشركات اللي هم بتبتدي عبوات بلاستيكيه مغلين السعر شويه الى يعني تغليف اخر او عبوه اخرى ولا لا؟ وتكلفه ده عليها تكون ازاي؟ وتكلفه هل ده هيحسن لي في المنتج في التسويق ولا هياثر عليا سلبا انه هيخلي المنتج والله يتعادل مش بالشكل المطلوب؟ فايضا من ضمن هذه العناصر تكاليف التحول من مزود الى مزود اخر او من صوره الى صوره اخرى للمواد الاوليه. المواد الاوليه البديل زي ما ذكرنا ان هو بدل ما استخدم ورق مثلا استخدم ثوم او العكس. هل ده متاح ولا لا؟ او البدائل هذه هل هي مكلفه ولا اقل كلفه؟ التكامل الخلفي، وهذه نقطه برضه في غايه من الاهميه، اللي هو هل انا استطيع ان انا يكون عندي مصنع او شركه تزودني كشركه اخرى بالمواد الاوليه؟ يعني انا شغال مثلا في مجال مثلا الكريمات، بحتاج ايه من الكريمات؟ بحتاج مواد اوليه اللي هو مثلا فازلين، بحتاج روائح عطريه لهذا الكريم، بحتاج عبوه، بحتاج تغليف اللي هو الستيكر اللي بتحط عليها وهكذا. دي مواد اوليه. هل انا استطيع ان انا اوفر جزء كبير من هذه المواد الخام وعندي مصنع مستقل لذلك؟ طبعا ده هيخليني يعني في غنى عن هذه الحسابات كلها. لو انا استطيع ان اعمل تكامل خلفي ده هيخليني خارج المنافسه في هذا العنصر. ويعني انا اكون الشركات كانوا بيعملوا بيستخرجوا كريم وحقن بتسرع من التئام الجراحي. بيستخرجوها من دم العدول الصغير، من دم العدول الصغير مش من دم بالذات، من السيروم يعني في الدم وبيطلع منه ماده معينه كانت تعمل العمليه دي. طبعا عشان خاطر يشتروا عدول بمواصفات معينه لسن معين لصحه معينه لازم يكون في اشتراطات صحيه، وعشان نقعد نلم عدد هذا من العدول فمساله صعبه شويه ومكلفه. فهذه هم مزارع عدول خاصه بهذا الشيء، هم يذبحوا العدول وياخدوا الدم ويستفيدوا منهم بعد كده كمنتج تناول. فهذا تكامل خلفي، بدل ما يستنى اذا كان والله الموسم ده شغال كويس ولا لا ممكن يبيع. طبعا هو عشان يحدد سعر دواء خلاص ما استطاعش ان هو يغيره بسهوله او ما استطاعش انه يغيره نهائي، وبالتالي يبقى عنده ضامن تكامل خلفي، يبقى عنده الماده الخام بتاعته في ثبات السعر لحد ما. ففي بعض الاحيان يكون التكامل الخلفي حتميه وليس له خيار، انه ممكن يخسرني لو اعتمدت مثلا على اني مثلا والله بتاجر في شيء معين وسعره غلي مره واحده، انا ما اقدرش اغلي السعر عن الزبون بتاعي عوضا عن سعر معين. لا استطيع ان انا اغلي السعر فجاه او اضاعف السعر فجاه، حتى وان اضاعف سعر المنتج الان بيكون التكامل الخلفي مهم جدا. بعض الاحيان يكون يعني نوع من التكميل وعنصر منافس بالنسبه لي في هذا المجال. هذا بالنسبه للقوة التفاوضية للمزودين اللي هو تراكد المزودين، عدد المشترين، تكاليف التحول، المواد الاوليه البديله، والتكامل الخلفي. فاضل نقطة واحدة في نموذج بورتر وهو القوة التفاوضية للمشترين. التحول الخلفي مرة. التكامل الخلفي أستاذة فاطمة مقصود بيه إن أنا يكون عندي شركة أو عندي مصنع يزود شركتي بالمواد الأولية. يعني أنا مثلا لو أنا عامل شركة عندي منتج طباشير السبوه أو اللي هو اللي بكتب بيه على الطباشير ده بتتكون من ايه؟ بتتكون مثلا من الجير وبعض المكونات وهكذا. طيب انا بشتري هذه العناصر من شركات اخرى. طب عندي شركه اخرى بتنتج هذه المواد الاوليه بالنسبه لي، وبالتالي هتؤمن ليا اولا تزويد منتظم للمواد الخام، وثانيا اتحكم في السعر، يبقى عندي انا استفدت من الناحيتين بقيت بكسب، وعندي
مكسب من الشركه الاولى اللي هي بتعمل مواد خام، وبتضافه المكسب في الشركه الثانيه، وايضا يبان لي في انتظام في توريد هذه المواد الخام. ده اسمه التكامل الخلفي. التكامل الخلفي يعني عندي شركه ايضا تنتج لي موادي الاوليه اللي استخدمها في الصناعه الخاصه بي. يبقى نقطه واحده في نموذج دورة الخلفي المنافسه، وهي القوه التفاوضيه للمشترين. برضه نفس الشيء هنتكلم برضه تركز المشترين، بمعنى ان يكون في عندي مثلا جهاز حمايه المستهلك. طبعا ديت اشياء التكامل الامان كمان بالضبط كده. ده مثلا المستهلك الالكتروني تركز المشترين، او اذا كان عندي مثلا انا بعمل منتج يعرض في سوبر ماركت مثلا، او في منافس توزيع. منافس التوزيع دي اذا كانت متفقه او عندهم نوع من التنظيم، نقابه مثلا كما ذكرنا او جمعيه او خلافه، بتعمل نوع من التنظيم فيما بينها، بالتالي ممكن يفرضوا عليها شروط تعجيزيه او شروط قويه. تمام، تؤثر عليها حصتي السوقيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا لازم يكون هامش ربح بتاعي من المنتج بتاعك مثل كذا، يعلوا هامش ربحهم، انا مش هقدر برضه اغلي منتجي، فده حياتي على حساب ربحي انا. فاذا كان في تركز للمشترين ده هياثر عليه، خلاف لما يكون انا والله اتفقت مع هذا الموزع طلب والله سعر كبير، بخوف موزع اخر لو هم مش متركزين او عندهم تجميع واتفاق على نسبه محدده. يبقى تركز المشترين، عدد المزودين، الناس اللي هم زي انا حاليا في هذه المرحله انا مزود، انا مزود لهؤلاء المشترين. عددنا كتير، الناس اللي بتنتج نفس المنتج بتاعي ده عددنا كتير، بحيث ان هو انا والله ما قلت شروطي ممكن يذهب الى جهه اخرى ولا لا. وبالتالي يبقى كل ما كان عدد المزودين كل ما كان المزودين كثير، كل ما كان في نوع من فرض الشروط من جانب المشترين عليا او الموزعين. تكاليف التحول برضه كما ذكرنا، هي التحول اللي هو ممكن اتحول من موزع الى موزع اخر، هل ده هيكلفني؟ انا مثلا متعاقد مع موزع معين لمده معينه، والله لقيته اخل انا عايز افض هذا الايه؟ هذا العقد، هل استطيع ان احله بسهوله ولا في شيء ملزم بالنسبه لي؟ هل استطيع ان اتحول من هذا الموزع لموزع اخر، ولا هيكون ده بالنسبه لي مكلف مش هقدر اوصل ل المنتج النهائي بسهوله؟ هكذا. المنتجات البديله، يعني انا زي ما ذكرنا برضو ان انا عندي منتجات منافسه ومنتجات بديله. هل المنتجات البديله بالنسبه لي بتمثل عائق بالنسبه لي بالنسبه للمشتري؟ يعني انا نازل بسعر معين، لو المنتج البديل ده طبعا هو خفض سعره، هل ده هيمثل لي تهديد؟ وبالتالي دي تصبح نقطه قوه بالنسبه للمشتري. لما يكون عنده منتج واحد او خمس منتجات داخل المنافسه، يكون عنده 20 منتج بحسابات البدائل ايضا. التكامل الامامي كما ذكر الاستاذ اسامه، اللي هو كل ما كان عندي انا نقاط توزيع، كل ما كان عندي منافس توزيع، كل ما كان ده ايجاري بالنسبه لي، استطيع ان اتغلب على هذه النقطه. كل ما كان عندي الشركه تكامل امامي، كل ما كان عندها فرصه للمنافسه بشكل كبير. بمعنى انا يبقى الان لست تحت رحمه هؤلاء الموزعين، يبقى انا بكسب من ناحيه، والناحيه الثانيه يبقى عندي بوصل للمستهلك النهائي بشكل سلس وبشكل متواصل، بدون ان انا اكون عندي يعني في مشكله مع المشترين. يبقى بنتكلم في النقطه الخامسه في النموذج الاوتر، هو القوه التفاوضيه للمشترين، تركز المشترين، عدد المزودين، تكاليف التحول، المنتجات البديله، والتكامل الامامي. ننتقل لان احنا قلنا عشان احدد مكاني وقوتي في السوق بعمل ثلاث حاجات: تحليل المنافسه، منافسين نفسهم، وبعمل نموذج بورتر لتحليل المنافسه، والعنصر الثالث اللي هو ايه لو تفتكروا معايا، اللي هو بعمل تحليل السوق. سوق انزل. بعمله ازاي؟ طبعا اول خانه اللي هو نقاط القوه، والخانه الثانيه نقاط الضعف، الخانه الثالثه الفرص، ثم التهديدات. طبعا زي ما قلنا انه القوه والضعف ديت اللي هي خاصه بالبيئه الداخليه، والفرص والتهديدات خاصه بالبيئه الخارجيه. طبعا عندي النموذج ده بعبيه، وبعبيه طبعا بكل صدق عشان خاطر انا ما اخدش على نفسي، يبقى احقق قوتي بكل امانه ونقاط ضعفي بكل امانه، واشوف الفرص من خلال التسويقيه، الداتا التسويقيه شكلها ازاي، والتهديدات اللي ممكن تهددني كمنتج او كشركه. وعشان برضه افتكر بعض
اللي ذكرناه في الماضي في سوات. تمام، اللي هو strengths، تمام، والW weaknesses، والO opportunities، والتهديدات اللي هي threats. نفكر بعض بالسلايد دي، كنا ذكرناها اللقاء السابق، وقلنا انه في عندي يعني vertical كده هيبقى عندي في سلبيات وايجابيات، يبقى عندي الضعف والتهديدات دي كلها، لكن في الجانب الاخر الاكبر اللي هو القوه والفرص دي تعتبر ايجابيات. لو قسمناها عربيا هنجد عندي اقوى القوه، نقاط القوه ونقاط الضعف دي بيئه داخليه، والتهديدات دي بيئه خارجيه. عندي نموذج الوات ده، انا معبي هذا النموذج كما ذكرنا في الشريحه السابقه، بعبيه بحيث ان انا استطيع ان انا اقف على مكانتي وقوتي في السوق الذي اعمل به. تمام، ده اعتقد نموذج الصوت يعني ايه حضراتكم يمكن مر عليكم اكثر من مره، فايه اعتقد ان هو واضح يعني. تمام، تحدثنا عن نقطة في النقاط العشر في التسويق الفعال، اللي هم اول شيء بحدد موقع التسويق داخل المنظمه، ثم بحدد مكانتي وقوتي في السوق. نقطة هنتكلم فيها الان، طبعا المنتج كله نقاط تحليليه، بحل البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه. ببدا الان بتوجه للسوق قبل ما اتخذ اجراءات، وهي اول شيء جزئ السوق الكلي واكتشف فرصك. يبقى انا بعمل تجزئه للسوق الكلي، عندي سوق كبير فبرزنتيشن او تقسيم هذا السوق، هنعرف ازاي معايير هذا التسويق. يبقى مفهوم تجزئه الاسواق عباره عن تقسيم السوق الكلي الى اجزاء صغيره وفق معايير محدده يشتركون فيها. يبقى انا عندي سوق كلي كبير، ببدا اجزئ هذا السوق الى وحدات على حسب معايير محدده يشترك فيها هؤلاء الناس. اقول ان عندي سوق، مبدئيا كده قبل ما ابدا اعمل تقسيم لهذا السوق عشان اقول ان عندي سوق اساسا، يبقى عندي كما ذكرنا في المحاضره الاولى لو تتذكروا ثلاث شروط عشان اسمي العميل ده عميل، او عشان اسمي السوق ده سوق بالنسبه لي، ممكن هو سوق لاشياء اخرى، لكن هو سوق بالنسبه لي ولا لا؟ اول شيء تقول حاجه للحصول على خدمه مصلحه، يبقى يكون في حاجه للمنتج او الخدمه الذي اوديها. ثاني شيء توفر القدره الشرائيه، يبقى عندي قدره ماليه على شراء ما انتجه او ما اقدمه من خدمات. العنصر الثالث امتلاك قرار الشراء. يبقى عندي ثلاث عناصر، لو فقد احدها يبقى انا كده مش بتكلم على السوق خالص، يبقى انا كده بتكلم على سوق. يبقى عندي توفر الحاجه الحصول على المنتج او الخدمه. ثاني شيء توفر القدره الشرائيه، وثالث شيء امتلاك قرار الشراء. يبقى عشان اقول ان في سوق يبقى عندي هذه السلام. تمام، الطلب اللي هو توفر الحاجه، يبقى عندي حاجه او طلب على السلعه، العنصر الاول. وتوفر القدره الشرائيه وامتلاك قرار الشراء. ده عشان اقول ان في سوق وابدا اجزئ يعني. تمام، طيب معايير تجزئه السوق، المنتج الذي انتجه بعمل تجزئه للسوق، ممكن يكون على اساس العمر، كبار وشباب واطفال ومراهقين وكبار في السن. ممكن مثلا انا بعمل شيء خاص بالشباب، بعمل شيء خاص بالشباب، وبالتالي يبقى انا بقسم عمريا. بعمل شيء خاص مثلا بالاطفال، يبقى برضه ايه؟ تقسيم على اساس الجنس، ذكر او انثى. برضه في منتجات خاصه بالرجال او منتجات خاصه تمام، الفئه العمريه والبنات، ذكر او انثى، يعني في منتجات خاصه بالرجال او خاصه اذا كان المنتج نعتمد هذا التقسيم. التقسيم الجغرافي بمعنى انه في بعض المنتجات قد تهم منطقه دون اخرى، او قد تهم منطقه بشكل اكبر من منطقه اخرى. يعني اضرب مثال، مثلا المناطق الحاره لها مستلزمات او لها اشياء خاصه بها عن المناطق البارده. المناطق الريفيه لها يعني طلبات او لها سوق مختلف عن المناطق المدنيه، ان كان الارض تذوب الان، ولكن ما زال برضه في بكل مجتمع ولكل فئه لها احتياجات. المستوى التعليمي شيء مهم، يعني مثلا اذا كنت انا بشتغل في مجال البرمجيات او سوق الانسايكلوبيديات او خلافه او دورات تعليميه او كده، يبقى انا متوجه الى مستوى تعليمي معين، ان وجود هذا المستوى من التعليم فانا استطيع ان انا اعتبر ده سوق بالنسبه لي. لازم اجزأ السوق الى على حسب المستوى التعليمي. نمط الحياه،
هل مثلا نمط حياه من النوع الفاخر جدا او النوع المتوسط او النوع اللي هو العادي، برضو على حسب المنتج الذي فقد المنتجات وجودته. تمام. انا مثلا عندي منتج والله يعني ثمنه مرتفع ونوع من الكماليات، يعني مثلا سوق السيارات الفاخره ناخد ان انا اتوجه بيها الى نمط اللي هو المتوسط او دون المتوسط، يبقى انا لازم اجزأ السوق على حسب نمط الحياه، على حسب القيم. تمام. دي شيء برضه في منتهى الاهميه، ان انا في بعض المنتجات لازم اراعي القيم في طرح المنتج. يعني مثلا ناخد ان انا ابيع يعني مثلا لبس الشاطئ مثلا في مجتمع ريفي او مجتمع محافظ، استطيع ان انا ابيعه في مكان اخر. وكذلك كثير من المنتجات برضه لازم اهتم بالقيم، ويكون المنتج بتاعي يحترم القيم للمجتمع الذي اعمل به. يبقى دي بعض معايير تغذيه الاسواق هتنتهي بعد كده ان شاء الله عشان خاطر اصمم المزيد التسويقي الخاص بكل جزء من هذا الايه من هذا التقسيم. لما يبقى بعمل اول تقسيم السوق، لو بعمل معايير لتجزئه الاسواق، السوق بعمل استهداف، يبقى انا جزأت عندي السوق الى هذه الشرائح، شرحت السوق، ثم ابدا استهدف اما شريحه واحده او اكثر من شريحه كما ذكرنا في اللقاء السابق. ممكن استهدف يبقى استهداف مركز على شريحه واحده، او استهداف متعدد على شريحتين او اكثر حسب تخطيطي ومستهدفي من هذا المنتج. فالاستهداف او التارجتنج هو عباره عن اختيار السوق الذي تنوي العمل فيه ودراسته بعمق ووضع استراتيجيه تسويقيه تناسب المستهدف. يبقى انا عندي هنا ثلاث عناصر مهمه. اول شيء اختيار السوق. يبقى انا الاول بعد ما بدات السوق ابدا اختار السوق الذي انوي العمل فيه. طيب انا اخترت السوق خلاص، يبقى اعمل دراسه لهذه الشريحه بعمق. تمام. ده هذا جزء من دراسه الجدوى. هذا جزء، والدراسه التطبيقيه عموما بتبقى احد عناصر دراسه الجدوى. دراسه الجدوى بيكون فيها عناصر كتير جدا، احد عناصرها الدراسه التسويقيه. فده يعني جزء من عناصر دراسه الجدوى. عندي اختيار السوق اولا، ثم لما اختار شريحه محدده ابدا ادرسها بعمق من دراسه السوق ككل. لما يقع اختياري على شريحه معينه او شريحتين او اكثر، ابدا ادرس هذه الشريحه بعمق اكثر. طيب هدف ده ايه؟ هدف انا اعمل وضع استراتيجيه تسويقيه خاصه بهذه الشريحه، يبقى تناسب السوق المستهدف. يبقى اعمل اختيار السوق المستهدف، ثم دراسه عميقه للسوق المستهدف هذا، ثم وضع استراتيجيه تسويقيه ليه؟ عشان تناسب السوق المستهدف. يبقى ده هدف من الاستهداف. دي الخطوه الرابعه في الخطوات العشر اللي اتفقنا عليهم في الاول. الخطوه الخامسه، بعد ما انا قسمت السوق او جزأت السوق ثم استهدفت شريحه او اكثر من هذا السوق، الخطوه الخامسه ابدا اعمل تثبيت لصوره المنتج في اذهان العملاء. ثبتك في اذهان عملائك. هو التموضع، الحقيقه التموضع ده انا ترجمه خاصه لي انا. يعني هو ما حدش ترجمها ترجمه يعني بيسموه الاحلال، بس انا شايف ان الاحلال دي ترجمه يعني ايه دقيقه قوي. هو البوزيشن، موضع اعمل لنفسي بالظبط مكان في اذهان الناس، بحيث لما يذكر اسم الشركه او حتى يشوف اللوجو بتاع الشركه يبدا ياتي استدعاء لمعاني معينه ايجابيه طبعا تخص هذا المنتج الذي اقوم به. يبقى اعمل موضوع نوع من التموضع، او ان انا عندي مكان في هذا السوق وفي اذهان العملاء. طب عباره عن ايه بقى البوزيشننج او التموضع؟ هو عباره عن تثبيت او ممكن تمركز. نعم تمام. بس هو يعني المعنى بتاعه ان انا يبقى عندي ليا مكان داخل اذهان العملاء بتوعي بصوره ذهنيه معينه داخل اذهان العملاء اللي انا ايه استهدفته. يبقى هو عباره عن تثبيت صوره وشكل للمنتج في اذهان العملاء. ده البوزيشن بمنتهى السلاسه. يبقى عندي صوره ذهنيه خاصه بالمنتج او الخدمه او الشركه بشكل محدد اكون انا رسمه مسبقا. طبعا كمان استاذ اسامه احنا هنتكلم برضه عن الاعلانات ان شاء الله، برضه ان شاء الله. احد العناصر الاعلانات، وبرضه البراندنج او الايه اللي هو ان انا اعمل علامه تجاريه، علامة اللوجو والسلوجان، كل دي بتساهم في وضع هذا المفهوم.
يبقى خمس خطوه هو البوزيشننج او التموضع او التمركز كما تشاءون. النقطه السادسه ان انا ببدا اصمم نزيج تسويقي مناسب. الدكتوره فاتن بتقول هل يبني خرزانه من خلال الجوده مثلا ام هو خاص باللوجو مثلا؟ ان شاء الله سنذكر ذلك ان هو ممتاز. صوره زي ده مش موضوع سهل، مش موضوع هين، ده موضوع بيحتاج الى زمن، وهنشوف ان شاء الله قادمة ان شاء الله بناء العلامه التجاريه هتتم ازاي. جزاك الله خير. العنصر السادس صمم تسويقي فعال. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي في وضع صناعيه تسويقيه ان انا عندي عنصرين اثنين حتى اضع عشان اضع استراتيجيه تسويقيه يبقى عندي عنصرين لابد منهما. اول شيء ان انا اعرف السوق اللي انا بشتغل فيه تسويقيه، ثم اصمم مزيج تسويقي فعال. انا بعمل هو السيجمنتيشن الاول، اعرف انا خاطب اي شريحه، ثم بعد ذلك اصمم مزيج تسويقي فعال خاص بالشريحه اللي انا بستخدمها. طيب مثال على ذلك برضه حاليا احد الشركات المحموس مصر بتعملها، شركه فودافون عامله حمله بتبين هذا المفهوم جدا، اللي هو ايه؟ عاملين في حمله اسمها ان، يمكن حضراتكم تابعتوها اللي عايش في مصر تابع الموضوع ده، عاملين حاجه اسمها ان. اه تمام بالظبط كده. ان دي موجهه لمين استاذ فاطمه؟ موجهه لاي فئه؟ تمام، موجهه للشباب. او عملوا عليها كامبين جامد جدا لمده حوالي شهر او شهرين، واعلانات تلفزيونيه وجيبوا مطربين وهكذا، وفي الشوارع ان دي كل الشوارع تقريبا. ثم الان بعدين بعد الحمله ديت ما خدت يعني دورها وبدات تشتغل، شغالين بحمله الان للاكبر سنا شويه، الناس المتزوجين والاسر وهكذا. فده مثال جيد على ان انا بستهدف اكثر من فئه، يبقى هم شرحوا الاسلوب لاكثر من فئه على اساس التقسيم العمري. وبدا يستهدف كل فئه بمزيج تسويقي خاص بيه. يبقى انا بحس ان المزيج ده ان ده خاص بي انا كشاب، حتى ان بدا يجيبهم بعض المتابعين القدام يعني لحد ما، ويعرفوا ان ده والله مش لحضرتك، ده للجيل الجديد. فيبدا الشاب يحس ان دي اه دي تبع انا، خاصه بي انا. لكن لما يجي على خاطب الفئه الاكبر شويه المتزوجين والاسر وهكذا، يخاطبهم بمزيج تسويقي مختلف، يعني حتى الدعايه حتى في المزيج التسويقي عموما يبقى مناسب للفئه اللي انا بستهدفها. ده مثال حي جدا على تقسيم او تشريح السوقي، ثم استهداف بمزيج تسويقي فعال خاص بهذه الشريحه اللي انا بستهدفها. وزي ما قلنا في اللقاء السابق ان عندنا في ال 7 بيز، في عندنا الاول اربع عناصر اللي هو الكور بيز الاول، هم اربعه بيز، وعندي 7 بيز. فانا هبدا اتكلم عن 7 بيز عشان اقدر نشمل كل هذه العناصر. طيب نبدا نتكلم عنهم عنصر عنصر. الاول هنقول شريحه كده لحد انا مقصوده الان. اول شيء عندي سوق مستهدف اللي هو بعمل اللي هو سيجمنتيشن او بعمل ماركت تايبنج للماركت بتاعي. يبقى انا بعمل سيجمنتيشن او تشريح للسوق، ثم اعمل سوق مستهدف، عندي سوق مستهدف، ثم اصمم له هذا السوق المستهدف، وبالتالي ابدا ادخل في عناصر المزيد التسويقي اللي هم السبعه اللي ذكرناهم في اللقاء السابق. تمام، هم يعني سردا كده المنتج وتطويره، التسعير، التوزيع، الترويج. يبقى هو الاربعه الاساسيين منتج، تسعير، توزيع، ترويج، دول الاربعه الاساسيين في المزيج التسويقي. يضاف اليهم الثلاثه الاخرين اللي ذكرناهم، الافراد والاجراءات. الشواذ والظواهر دي طبعا برضه لها تعريف اكثر من عندنا، هي الملموسات او الشواذ الظاهره، الاشياء اللي انا بلمسها، الاشياء الملموسات بالنسبه للمنتج او الشركه. يبقى انا بعمل ترزيق للسوق الكلي كما ذكرنا، ثم ابدا اصمم نظير تسويقي خاص بكل شريحه قادمه. نبدا نتكلم على 7 بيز او السبع بيز. اول شيء المنتج وتطويره. من حيث ايه؟ نشوف المنتج، نبص عليه من ناحيه ايه؟ اول شيء يكون منتج فيه تنوع في المنتجات. عندي خط من المنتجات اللي بتقدم نفس الغرض، مثلا معجون اسنان استمر 12 ساعه، واحد ثاني يجيب الجير، معجون اسنان ثالث خاص بالاطفال يبقى طعمه فراوله او موز او هكذا. يبقى عندي خط انتاج من ممكن اعمل فرش اسنان من نفس المنتج وهكذا، ممكن يبقى عندي مضمضه من نفس
نوع، يبقى عندي تنوع في نفس المنتج بيأدي نفس نفس الوظيفه، ولكن عندي تنوع في المنتجات. ثاني شيء الجوده، ده من ضمن عناصر مهمه للمنتج، لان يعني طبعا العنصر الجوده شيء اساسي جدا في اي منتج. التصميم، يكون تصميم المنتج نفسه يكون يعني بيسموه اي كاتشنج كده، في او بنبص عليه على الرف حتى في وسط المنتجات الاخرى، على طول تلاقي نفسك رايح فيه، سواء من الالوان او من التصميم العلبه نفسها او شكل التغليف، بيخلي فيه نوع من الايه الجذب، يبقى فيه تصميم جيد للمنتج. ايضا عناصر المزايا، يكون ايضا هذه الجوده تتحول الى مزايا، وهذه المزايا تترجم الى منافع. في الاخر زي ما ذكرنا في اول محاضره، ان المستهلك في الاخر هو لا ينظر الى المزايا ولا ينظر الى المنافع المتحصله من هذا المنتج. المستوى العاليه تحتاج سعر اعلى والناس تنزل اسعار. هنشوف التسعير ان شاء الله برضه هنسعر ازاي. ازاي هنسعر كمان شهر باذن الله. طبعا حسب الجوده بيكون السعر. وبرضه احيانا ما بيكونش كده. هنشوف ازاي نسعر ان شاء الله في شرائح قادمه باذن الله. ايضا من عناصر المنتج المزايا، هذه المزايا تحقق منافع للمستهلك النهائي. ايضا اسم العلامه التجاريه، طبعا كل مكان اسم العلامه التجاريه ذو الثقه، كل مكان في موثوقيه. مش بس كده، في بعض العلامات التجاريه مجرد اقتنائها بيبقى له مغزى خاص عند المقتنين. هو برضه نضرب مثل المرسيدس اللي بيقتني مرسيدس من فئه او من كلاس اجتماعي معين، وبالتالي بيبقى انا بقتني الشيء ده مش بس فقط عشان خاطر لو حطيت لي منافع ماديه، لا، عشان خاطر لو حطيت لي نوع من تحقيق الذات. بعض الناس يحقق ذاته ان هو يقتني، مش كل الناس عندها، فانا عندي مرسيدس. فهذا يعني انه بيخاطب صوره ذهنيه ايضا في اذهان المستهلك النهائي. التغليف، زي ما ذكرنا ان يكون تغليف بشكل جيد، يعني اذا كنت انا او مناسب، مش انا برضه اقول بشكل جيد وخلاص، يكون تغليف بشكل مناسب للمنتج. وانا عامل يعني منتج فايف ستارز يبقى لازم يكون تغليفه برضه متكلم، وتغليف باين انه المنتج ده منتج غالي، خلافا لما كنت عامل منتج شعبي التغليف هيكون يعني ايه مش مهتم بيه زي المنتج المرتفع السعر. ايضا من العناصر الاخرى الخاصه بالمنتج ان يكون في عندي احجام مختلفه، يعني يكون في عندي حجم اللي هو ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، على حسب نوع المنتج اللي عندي. لو عندي اكثر من حجم بحيث ان انا استطيع ان انا يعني اخد اكبر قدر من الزباين على حسب قدراتهم الماديه. الضمانات، المنتجات اللي هي طويله العمر او استمرار معمله، جهاز منزلي مثلا او سياره او ثلاثه، يكون في ضمان. كل ما كان الضمان مدته اطول، كل ما كان في موثوقيه في الشركه وايضا في المنتج. ده اول شيء في السيلين فيز او في المنزل التسويقي اللي هو المنتج نفسه. طيب التسعير اللي كان الباشمهندس بيسال عليه حالا، ما هي الطريقه المثلى او الطريقه المناسبه للتسعير؟ ازاي بنسعر المنتج؟ طبعا احنا اتهمنا الطريقه الكلاسيكيه العاديه، ان احنا والله انا كلفت المنتج ب 10 ف يبقى هبيعه مثلا ب 15، احط نسبه ربح 5 مثلا ايه اللي هو 50% او 20% وابدا احط السعر. انا كلفته 20 احط والله كمان 5 جنيه او كمان 10 كمان واضرب 30 هكذا. دي احد الطرق التسعير، ولكن هل هناك طرق اخرى؟ في عندنا او ثلاث استراتيجيات اساسيه في التسعير. اول شيء استراتيجيه التكلفه اللي ذكرناها من شويه، ان انا تكلفت اكس، احط اكس زائد 15% مثلا وابدا اسعار من السعر المنتج اللي عندي. طبعا دي اسهل طريقه للتسعير، ولكنها اكثر طريقه غير ناجحه، لانها مش بالضروره هتبقى مناسبه، سواء ممكن سعرها عالي اعلى من المطلوب او اقل من المطلوب. طيب الطرق الاخرى استراتيجيه الاهداف، بمعنى ان انا اصلا بفهم ايه من هذا المنتج عشان اقدم هذا السعر. استراتيجيه الاهداف ان انا مثلا والله انا في المرحله الحاليه يهمني الانتشار، ان انا عايز كل بيت يدخل المنتج بتاعي، يبقى انا ببدا احط سياسه تسعيريه قليله الربح، عايز اعمل انتشار في خلال 6 شهور يكون كل بيت في هذا البلد في منتج من منتجاتي.
دي من ضمن الاهداف الكبيره في سبيلها ان انا بضحي شويه في الربح بحيث ان انا اصل الاول. بعد ما اوصل لهذا الانتشار ابدا ازود السعر حتى او انزل منتج مثلا اذا كان منتج اسمه اكس بلس مثلا وابدا ازود السعر شويه بشكل او باخر يعني. يبقى انا الاول عملت انتشار ثم ابدا ازود في السعر. ده استراتيجيه الاهداف. ممكن يبقى عندي هدف اخر ان انا يعني والله انا شركتي بتعمل رقمي عايز ابين للناس ان انا او صورتي بين الناس ان انا بنتج منتجات عاليه الجوده مثلا او منتج يكون يصل الى الناس كلها يبان ان والله عامل نوع خدمه المجتمع اللي انا عايش فيه. ايضا استراتيجيه ثالثه هنقولها ان شاء الله ان هو استراتيجيه الصوره الذهنيه. بمعنى انا بستهدف بهذا السعر اكون صوره ذهنيه لدى المستهلك شكلها ما. هل انا عايز احط في ذهن المستهلك ان انا منتج شعبي اصل الى كل طبقات او انا بستهدف طبقات محدده؟ ممكن يكون تكلفه المنتج بالنسبه لي والله انا بدورنا 10 بس انا لا انا بستهدف الكلاس العالي قوي من الناس. يبقى انا ههتم بالتغليف، ههتم بشكل المنتج وابدا احط بدل 10 ابدا احط بدل ما احط 15 لا احط 50. ليه؟ لان انا عايز استهدف فئه معينه، عايز اصل بصوره ذهنيه معينه للمنتج بتاعي. طبعا ده هنذكر كمان شويه لازم يكون كل هذه الخطوات التسعيريه في اطار او في خلفيتك انت بتسعر المنافسه بتاعتك. ما يبقاش انا مثلا السوق قاعد بيتكلم في 10 و20 و30 و40 وانا احط 150 يبقى انا كده ايه خارج الاطار. يبقى لازم اكون في خلفيتي وانا بتكلم في اي نوع من هذه التسعيرات يكون في خلفيتي السوق نفسه اللي انا شغال فيه شكله ازاي والمنافسه عامله ازاي. الحضره مثلا الصوره الذهنيه برضه كنت شغال في احد الشركات كان عندنا منتج للتجاعيد طبعا من اغلى المنتجات اللي هو منتجات الايه؟ كريمات التجاعيد. لان طبعا عشان المنتج بيخاطب فئه معينه مش كل الناس بتهتم ان طبعا ده خاطر كل شيء عايز اشيل الخاطر ده عشان خاطر السن ما يقدرش عليا. فده نوع من ايه؟ يعني عايز ناس يعني يكونوا ايه؟ مقتدرين ماديا الى حد ما. كان هذا المنتج طبعا كانت شركه امريكيه يكلف الشركه 5 دولار. وكان بيباع في السعوديه ب 160 ريال. لو تتخيلوا هذا الفرق يعني 5 دولار يعني بنتكلم في اقل من 20 ريال. وكان بيباع ب 170 ريال. ليه؟ لانه عايز يحافظ هو ممكن تعتبره جشع يعني هو ممكن تعتبره جشع لكن في المقابل انا لو انا نزلت السعر عن كده هيعتبروه يعني منتج اي كلام. ان انا بخاطب ناس معينين، انا بخاطب فئه معينه من الناس هو عايز منتج فخم وبالنسبه له الفخامه كل ما كان السعر غالي ما كان المنتج فخم. وبالتالي انا لو حطيته مثلا هو بيتكلم 5 دولار يعني حوالي قول 18 او 17 ريال لو حطيته 50 هبقى كسبان جدا بس هينظر له من قبل المستهلك النهائي ان والله ده شيء من يعني درجه ثالثه. تمام الوكيل الحصري ده هذا مشكله فعلا صحيح الوكيل الحصري ده بيتحكم في السوق كما يريد ولكن هو التسويق ده الحقيقه كان جاي من الشركه نفسها يعني كان مطلوب من الشركه انها تحط هذا المنتج بشكل معين في اذهان الفئه المستهدفه يعني. ده استراتيجيه اللي هي الصوره الذهنيه ان انا عايز اكون صوره ذهنيه لدى المستهلك بشكل معين يعني هبدا اسعر على حسب ما اريد ان اضع من صوره ذهنيه لدى المستهلك. الاستاذ اسامه بيقول ان الكوست ده بروفيت. تمام ده الاول الاستراتيجيه ان انا احط الكوست واحط عليه بروفيت يبقى انا بحط الايه؟ بحط السعر بتاعي. هو استراتيجيه دي اول نوع قلناه. الاستاذ بيقول ممكن يكون عندي منتج اخر يخاطب الفئات الاقل. تمام بالضبط كده. لكن انا في بعض الاشياء او في بعض المنتجات لازم يكون السعر عالي زي ما قلنا منتجات الايه؟ التجاعيد البشر انه بيخاطب فئه معينه مش اي حد بيهتم بهذا الموضوع. وبالتالي انا مش هنزل شيل التجاعيد بسعر اقل. لو كنت نزل بسعر اقل ما حدش هياخده اصلا لان ما حدش بيهتم بهذا الموضوع الا الناس المقتدرين ماديا. نعم هذا ابو محمد هذا الموضوع يعني شيء يعني مبالغ فيه بشكل غير عادي يعني اذا وجدتم سعر مبالغ فيه بهذا الشكل يعني ايه تتحقق قليلا في شرائه يعني. انه يعني بالتاكيد وبعدين فكره المنتج على فكره بتكون فكره يعني ايه
عيسى هو اللي بيعمل السحر يعني، مفيش حاجة مش سحر يعني. فدول الاستراتيجيات الثلاثة الأساسية للتسعير. ده بنتكلم عن النقطة الثانية في النزيل التسويقي اللي اتفقنا عليه. زي ما قلت ذهني، المنافسه سوق المنافسه، انا بتحرك في خلال بيئه تنافسيه، يبقى انا اكون في ذهني هذه البيئه التنافسيه. توزيع، احنا قلنا المنتج ثم التسعير ثم التوزيع. التوزيع اللي هو افضل طريقه للتواجد في السوق المشترك. الخميس اللي فات سالت السؤال ده، هل يجب ان انا اتحرك حتى اصل؟ طبعا بالضروره لازم. والتوزيع النهارده اصبح من العناصر اللي فيها نشاط وفيها نوع من الابداع. ان انا زي ما ذكرنا التوزيع ده بالنسبه لي كشركه، لكن انا لو التركيز اللي فات معانا المره اللي فاتت حولناها 7 سيز اللي هم السي السبعه، هو وجهه نظر المستهلك في هذه النقاط الفيز. التوزيع يعني تواجدك كل مكان وليس في محلك. تماما ابو محمد، جزاكم الله خير. تمام. يعني ان انا اكون هو توزيع بالنسبه لي، انا اقوم بعمليه توزيع. ننظر اليها تسويق بقى الاحدث الصناعه الحديثه، ان انا انظر اليها نظر المال. ما يكونش توزيع، ما يكون متاح، سموها الاتاحه، ترجمها من ناحيه النظر المتاح هو الاتاحه، ان يكون هذا المنتج متاحا لي في اماكن مناسبه بالنسبه لي. يبقى لا اتحمل كثيرا من عناء الوصول اليه. يبقى افضل طريقه للتواجد في السوق المستهدف، يبقى لازم احدد هذا الموضوع. طيب في التوزيع ده برضه يكون مناسب، هو اللي افضل. هاي افضل ده مش معناها برضه في كل الاحوال يكون قريب. نضرب لذلك مثال. قلنا مثلا لو عندي منتجات كريمات، عندي منتجات غذائيه، هذه الاشياء كل ما كانت قريبه منك كل ما كانت ادعى انك تشتريها. لكن هنتكلم مثلا مثال اخر هيبان لكم ايه اللي انا اقصده. لو قلنا ان انا وكيل لشركه مرسيدس، هل وجودي في كل اماكن ده عنصر ايجابي ولا سلبي بالنسبه لي؟ من انزل في القرى والمجوع والمراكز الصغيره، هل ده بالنسبه لي عنصر قوه ولا عنصر ضعف؟ عنصر سلبي تاكيد استاذه فاطمه، عنصر سلبي. ليه؟ انا رسم صوره ذهنيه ليا كمرسيدس ان انا يعني بخاطب فئه معينه، وان انا شركه عالمية وشركة برستيج بمعنى أصح يعني. يعني إذا يقتني مرسيدس معناه أنه ينتمي إلى طبقة معينة، طبقة اجتماعية معينة. وبالتالي وجودها في أماكن بهذا الانتشار هذا بيقلل من قيمته. وبالتالي بمعنى يعني إيه بين السطور يقرأ أنه مرسيدس يؤتى إليها ولا تأتي إليها. يعني اللي عايز مرسيدس فتح مثلا فين في مصر مرسيدس؟ فتح في أماكن في مهندسين التجمع الخامس، في اماكن ليها برضه يعني ايه مستوى اجتماعي معين. بحيث ان انا لو عايز مرسيدس اذهب الى مرسيدس. حاجه ثانيه كمان برضه ليها ولو انها في نوع من الطبقيه شويه في هذه النقطه، ان مثلا اكثر ناس بيشتروا مرسيدس في مصر في مين؟ يعني الناس الكتير اللي بيشتروا مرسيدس اللي هم المعلمين اللي في وكاله البلح وفي السبتيه وكده، مع كامل احترامي طبعا. بس هم هل من مرسيدس مثلا تنفع تعمل معرض في هذه الاماكن في السبتيه او في وكاله البلح او غيره؟ مع ان كثير من الناس هناك او معظم اللي بيشتروا مرسيدس، مش قصدي انه معظم، بس نسبه كبيره يعني من اللي بيشتروا مرسيدس بين التجار في هذه المنطقه. بالتاكيد ما ينفعش. ليه؟ لانه اللي عايز يشتري مرسيدس هؤلاء الناس يذهب الى اماكن تواجد مرسيدس. تمام. الشهرة والجوده العاليه. يبقى انا بنقي مكان التوزيع يكون مناسب بالنسبه للمنتج بتاعي على حسب هذا المنتج وعلى حسب الصوره الذهنيه اللي انا عايز احطها في ذهن المستهلك النهائي. ده بالنسبه للتوزيع. ده العنصر الثالث. العنصر الرابع اللي هو الترويج، اللي هو بعمل بقى ايه؟ طبعا ده الترويج ده حكايه لوحده، لان في ناس متخصصين طبعا زي حضرتك عارفين في الترويج، مش بس الترويج، في ناس متخصصين في نوع معين من الترويج. او الاشهار. تمام. استاذ عمران، اخواننا في المغرب العربي بيعتبروه بيسموه اشهار. تمام. اعتقد ذلك يعني. فالترويج او الاشهار له بقى مكونات خاصه بيه، يعني عباره عن ايه؟ عالم لوحده الترويج ده او الاشهار. بيكون له ايضا تصميم، دعم تصميم نتيج ترويجي
ده بقى مستقل كده، هو عنصر صحيح من العناصر هذه التسويقي، ولكنه ايضا مزيج خاص به. ايه مكونات هذا المزيج؟ نبص على كده، مزيج ترويجي وعناصري. في عندنا عناصر اساسيه او مزيج الاشهار. اول شيء الاعلانات، ثاني نقطه البيئه الشخصي، الاحداث، وان شاء الله هنقول كل هذه العناصر بتفصيل ان شاء الله في الشرائح القادمه. الاعلانات، البيع الشخصي، الاحداث، العلاقات العامه، ترويج المبيعات، والتسويق المباشر. بعض المصطلحات فيها نوع من الغموض، سنجليه ان شاء الله في الشرائح القادمه. بس مبدئيا كده عندنا 6 عناصر، هو الاعلانات والبيع الشخصي والاحداث، العلاقات العامه، ترويج المبيعات، والتسويق المباشر. نعم، طبعا احداث الرغبه لدى الاستخدام. طيب نتحدث مبدئيا عن الاعلانات، وده مجال يعني واسع جدا ويشمل كثير من الامور. الاعلانات قلنا زي مثلا اعلانات الجرائد والمجلات، البروشورات، الملصقات والنشرات، ودي امثله على الايه؟ على الاعلانات. في الجرائد والمجلات والبروشورات والملصقات والرولات وهكذا. دي اعلانات. وبرضه طبعا الاعلانات ممكن تقاس الى اعلانات يسموها الاوت دور والان دور، اللي هي اعلانات منزليه او اعلانات اللي هي الشوارع مثلا داخلها. نقدر في الاعلانات ملحوظه مهمه جدا، وهو يجب ان يكون تصميم الحمله الاعلانيه منسجم واحد رؤيه واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا هنستخدم طيف لوني معين، تدرج لوني معين، او موقع نصب طبعا اكيد بالتاكيد. في يعني في توحيد للرساله الاعلانيه، هستخدم سلوجن معين او شعار موحد، يقول حتى الفونت نفسه او فونت الكتابه يكون برضه موحد، الالوان المستخدمه، جو الكتابه، الخلفيات، يبقى في عندي توحيد عشان يكون في توحيد للرساله الاعلانيه. كملصقات مثلا، كاعلانات شوارع، اعلان تلفزيون، اعلان الانترنت، يبقى في عندي توحيد للرساله الاعلانيه بحيث تبقى مركزه، ما يكونش فيها تشتت ذهني. كل ما عيني على هذا الاعلان على طول يتبادر الى الذهن مدير اعلان الشركه الفلانيه. حتى اصبحنا الان مجرد بس ما ترى اول الاعلان كده حتى في التلفزيون تعرف ان الاعلان هذا المنتج. فده لازم يكون في هذا العنصر المتاخر، هو ان يكون تصميم الحمله الاعلانيه منسجم ويحمل هويه. ثاني عنصر في المزيج الترويجي وهو البيع الشخصي. امثله لهذا الموضوع اللي هو عروض المبيعات. بمعنى انا طبعا البيع الشخصي عشان بس نعرفه الاول، اللي هو كل بيع يتم بمقاوله شخصيه ما بين مندوب من الشركه وما بين المشتري. يبقى ده البيع الشخصي. طيب البيع الغير شخصي اللي هو ايه؟ اللي هو بيعتمد على الدعايه فقط. بيعتمد على الدعايه، وبالتالي المشتري بيعرف المنتج ويذهب الى شرائه. يعني نظام الدعايه مثلا زي شركات المحمول مثلا. دي ما فيهاش بيع شخصي. ان مفيش مندوب بيروح للمستهلكين، لا، في بيحصل دعايه الاول ثم يذهب المستهلك الى نقاط التوزيع لشراء ما يبغي. وبالتالي البيع الشخصي هو كل بيع يتم عن طريق لقاء مندوب من الشركه مع المشتري. باشمهندس خادم بتقول يجب كل الوسائل الاعلانيه عن المنتج لانه فعلا اتفق. تمام، اكيد طبعا. تمام. يبقى البيع الشخصي قلنا ان هو يتم بلقاء مباشر ما بين مندوب عن الشركه وما بين المشتري. وهنضرب مثال برضه في حاجه مهمه. طب احنا بنتكلم عن بيع شخصي، ما علاقه التسويق بالبيع الشخصي؟ ما كان بنتكلم عن بيع مش تسويق. خلي بالك البيع الشخصي بيكون ايضا احد القائمين بالتسويق، انه بس بيبيع، مجرد تعامله مع الشخص او مع المستهلك ده تسويق للشركه، اضافه الى ان هو نفسه بيحمل برسائل تسويقيه، اضافه الى موضوع البيع اللي هو بيكون بيه. يعني مثلا اول مبيعات تسويق، يعني انا مثلا بعمل والله عامل موسم للمبيعات خلاص قطع عليهم قطعه، ده عروض المبيعات دي تعتبر نوع من التسويق. مقابلات متواصله، يكون في مقابله متواصله مع العميل، في رجل البيع عنده جدول لمقابلاته على حسب اهميه العميل. طبعا بيتصل العملاء A و B و C وهكذا على حسب درجه التعامل مع الشركه. يبقى عنده درجه
تواصل معجله مع العميل على حسب ثقته بنسبه الاشهاد. حوافز مشجعه، بمعنى انه مثلا والله انت حققت معانا هذا الموسم هذه الست شهور او هذا العام مبلغ معين من المشتريات، وبالتالي ليك هديه معينه، دي حوافز مشجعه. يكون في معارض عامه، بعمل معارض الشركه بعرض فيها منتجاتي، سواء معرض خاص بي انا او اشارك في المعارض العامه اللي يقيمها اي مقاضه مثلا او منظمه، واشارك بمنتجاتي في هذه المعارض. دي كله يعتبر نوع من ترويج الشركه البيع الشخصي، مش مجرد بس بيع ولكنه ايضا بيحمل سعر تسويقي او بينفذ الايه؟ الاجراءات التسويقيه. الاحداث هنا مقصود بها هي احتفال وهكذا، واكون انا متواجد فيه، اما اكون متواجد بصفه ان انا سبونسر او راعي لهذا الحدث، او اكون مجرد بس ان انا مشارك في هذا الحدث. مجرد وجود بانر او لافته تشير الى منتجي والى شركتي، هذا نوع من الترويج. يبقى انا دايما بكون متواجد في الاحداث اللي تهم المجال بتاعي، طبعا مش اي احداث يعني. تكون مثلا انا بشتغل في مجال مستلزمات البناء مثلا، وعندي والله معرض سنوي يقام بيعرض فيه منتجات البناء، اكون متواجد حتى غير عرض منتجاتي يكون عندي مواد دعائيه موزعه، بروشور مثلا او موجود لافتات بتعمل دعايه لمنتجي. لازم اكون متواجد في الاحداث اللي هي بتهم المجال الذي اعمل فيه. الرابع المزيد الترويجي الترويجي، استغلال الاحداث والاعياد. تمام بالضبط بالمناسبات. تمام استاذ اسامه، جزاكم الله خير. عشان بس نبقى محددين، احنا الان نتحدث عن المزيد الترويجي وليس المزيد التسويقي. قلنا المزيد التسويقي بيتكون من 7 عناصر، احدهم ونحن نتحدث فيه خلال الترويج، وقلنا ان هو فيه 6 عناصر بنتحدث فيه الان. العنصر الرابع المزيد الترويجي اللي هو الببليك ريليشنز او العلاقات العامه، وده عنصر مؤثر جدا 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 لحد البعيد. بمعنى ايه العلاقات العامه؟ هتفيدني بايه؟ لو انا عندي علاقات عامه داخل الشركه، او حتى انا كشخص ممكن اعمل علاقات عامه ازاي وافيد منظمتي او افيد نفسي تسويقيا يعني. اول شيء الاخبار، انا مثلا لو عندي علاقات باحد الصحفيين، علاقات شخصيه حتى، لو مجرد بس ان هو ينزل لي خبر ان والله الشركه الفلانيه بصدد انتاج او بصدد انها توزع المنتج الفلاني خلال الشهر القادم مثلا، خبر هذا سيد عام، ولكن في النهايه بيمثل ترويج ولكنه في صيغه خبر. تصريحات صحفيه انه والله قد صرح السيد رئيس مجلس الاداره بانه تقوم الشركه الان باجراء دراسات تسويقيه لانتاج منتج هكذا كذا، تصريح صحفي. سيمينار ان انا اعقد مؤتمر صحفي او اجتماع عشان والله نطرح ان في منتج كذا، او عايزين نشط مبيعات كذا. احتفالات العملاء، متواجد في احتفالات العملاء بحيث برضه نوع من العلاقات العامه، يبقى انا متواجد ونوع من المجنه وايضا نوع من التواجد الترويجي في هذه الاحتفالات. احتفال العملاء زي ايه مثلا؟ انه في عندي عميل عامل احتفال بمرور 10 سنين على انشاء الشركه بتاعته، عنده احتفال بان هو حقق المركز الاول في المنافسه في المجال بتاعه، عامل احتفال بالكلام ده، حصل على المركز الاول في منتج معين، اخذ جائزه معينه، فعمل احتفال. اكون متواجد مع العميل، اولا نوع من المجامله، وثاني حاجه نوع برضه من الترويج لمنتجي، ان انا هذا بفخر ان انا هذا الرجل احد عملائي، حتى ان بعض الشركات تنزل من هم عملاؤنا وبيفخروا ان شركه فلان او شركه فلانيه احد عملائي. فتواجدي في احتفال العميل بالشكل ده نوع برضه من الترويج الخاص بالشركه او بالمنتج. يبقى العنصر الرابع اللي هو العلاقات العامه. العنصر الخامس في المدير الترويجي اللي هو السيلز بروموشن، اللي هو مثلا زي ايه؟ ان يكون في مسابقات والعاب، طبعا دي فيها تجمعات وابداعات كثيره يعني. مسابقات والعاب، اوقفت وربح مثلا او مشاكل. يكون في جوائز وهدايا، يكون مثلا نعمل في مول معين يبقى عندي زي ركن كده خاص في جوائز للمشترين المنتج بتاعي. يكون في كوبونات مثلا بتاع المنتج، في كوبونز
بحيث ان انا ممكن اربح كذا، اربح ثلاجه، اربح تلفزيون لهذا الكوبون. التخفيض ان انا يكون في تخفيض في موسم معين. التسجيل المبكر اللي هو مثلا ايه؟ والله في عندي هدايا خاصه لاول 100 عميل. بيحصل برضه كتير هذا النوع من الترويج، بيكون في نوع من ايه؟ التحفيز لسرعه والمبادره لشراء تسجيل في الشركه. الخميس اللي فات بتقول ماكدونالدز مهتم جدا بالمسابقات والانعام. تمام، اكيد طبعا، ده من ضمن العناصر المهمه في الترويج اللي هو ترويج المبيعات. العنصر السادس التسويق المباشر، اللي هو بمعنى ايه؟ برسل رساله مباشره للعميل عبر الايميل مثلا، عبر الموقع الالكتروني، عبر الهاتف طبعا كان سابقا بيرسلوا عبر الفاكس وعبر التليكس زمان. الان طبعا في وسائل حديثه اللي هو عبر الايميل، عبر الموقع الالكتروني، عبر الهاتف. في كذا وسيله ان انا اخاطب مباشره الايه العميل مباشره. طبعا من ضمن مميزات هذا التسويق المباشر انه غير مكلف على الاطلاق، يعني اصبح الان هذا الموضوع غير مكلف على الاطلاق، مجرد بس ايميل هذا دعايه. لكن برضه في نفس الوقت نكون حذرين انه الان في نوع من بيع الايميلات، ده بيحصل كتير طبعا شيء معروف للشركات، انه ماي حتى الناس اللي عندهم ايميل جيميل او غيرهم، دول ما مش لوجه الله، دول برضه بيبيعوا الايميل بتاعك. يعني ايه بيبيعوا الايميل بتاعك؟ يعني هم عارفين انه انت بتسجل بياناتك، انت في البلد الفلاني مثلا، في مصر، في القاهره، ممكن في الحي الفلاني كمان، واحيانا بتدخل وظيفتك، فبالتالي هذا بيساعد الشركات التسويق على انه بيعرف يقسم هؤلاء هذه الايميلات الى شرائح زي ما اتفقنا سابقا، بيعمل سيجمنتيشن او تشريح للعملاء بتوعه، بحيث انه يخاطبك انت، انا شغال والله مثلا موظف مثلا في شركه معينه، يبقى هيخاطبك بسلعه تناسب موقعك وتناسب مكانك وهكذا. الحذر في هذا الموضوع ازاي؟ انه كتر ارسال الايميلات اللي هو بيسموهم البلك نوع من الازعاج. فلو كان الموضوع مش كده بيبقى يدي رساله عكسيه للمشتري. كان شرط ماشي عبر الانترنت هنا بالضبط كده يا استاذ اسامه. طبعا ده من ضمن الاسواق الوسائل السهله وقليل التكلفه حاليا اللي هو تسويق مباشر. لكن اخر عنصر المزيد الترويج. طيب يبقى احنا كده ذكرنا الاساسيه في المزيد التسويقي، وهم ايه؟ بنقول مع بعض ان شاء الله المنتج والتسعير والتوزيع و اخر نقطه بتتمها لي ايه؟ الترويج او الاشهار. دول الاربع عناصر اللي ذكرناهم في المزيد الترويجي. يضاف اليهم الثلاث الاخرى اللي ذكرناهم، يضاف عليهم هذه العناصر الثلاثه اللي هم ان شاء الله دول مهمين اكثر في المجالات الخدميه. وهنقول برضه هنا حتى في هذه النقطه انه في الاشياء الخدميه، بمعنى ان انا لو بيبيع منتج ملموس احنا قلنا في الاول خالص تعريف التسويق ان هو بيخاطب او سلعه عباره عن ايه؟ المنتج عباره عن ايه؟ اما سلعه ماديه يعني، او خدمات او افكار. ده العصر اللي انا بسوقها. اذا كان منتج مادي ملموس فخلاص، يعني انا بقى عروض باخد سلعه ماديه ملموسه، فحتى بحس داخل نفسي ان انا والله في مقابل لما دفعته من مال. لكن انا لو باخد خدمه غير ملموسه فلازم يكون في اهتمام بالاشياء الماديه الاخرى التي تشعر المستهلك ان هو والله اخذ مقابل ما دفع من مال فائده، يعني في منفعه اخذها، بس لازم يكون بشكل ولو رمزي، بس تشعره لا والله انا اجريت عمليه افادتني وهذا يذكرني. يعني مثلا انا لو اشتريت موبايل دفعت مثلا 2000 جنيه مثلا او 2000 ريال اخذت الموبايل، انا خسرت 2000 صحيح، ولكن انا كل ما امسك الموبايل اتذكر ان انا والله في ايدي في قيمه ماديه اخذتها. انا مثلا لو رحت حضرت كورس مثلا، حضرت كورس بمبلغ معين، بعد ما خرجت من الكورس مفيش شيء يذكرني انا كل اللي اتذكره ان انا دفعت في هذا الكورس مثلا 500 جنيه. هفضل طب انا الناس دول يضحكوا عليا ولا ايه؟ فعلى الاقل اخد معايا بروشور، الشركات اللي هي تراعي هذه الاشياء اخد معايا يعني نوتس، اخد معايا هاند اوتس او مذكره، اخد معايا حتى ولو قلم من المنظمه دي او المؤسسه دي يذكرني
نفسيا ان انا استفدت من هذا المبلغ شيء حتى ذاكرني بالايه؟ الكورس اللي انا اخدته. فالاشياء الثلاثه الاخيره دي ان شاء الله هنقولها باذن الله مهمه اكثر في حاله الخدمات اكثر من في حاله الايه؟ السلع الماديه. فالثلاثه الاخيره اللي هنقولهم ان شاء الله اول شيء الافراد. ايه الافراد؟ كما ذكرنا سابقا الافراد هم الاشخاص الذين يتعاملون مع العملاء. الاشخاص الذين يتعاملون مع العملاء، كل شخص داخل المنظمه يتعامل مع العملاء بشكل مباشر ده لابد ان يكون يتمتع بشيء من منتهى الاهميه. اول شيء كفاءه، اول شيء كفاءه عند الكفء في اداء مهمته، سواء كان مندوب مبيعات، سواء كان خدمه عملاء، سواء كان حتى مجرد عامل النقل اللي بيوصل لك البضاعه. لابد ان يكون كفء في اداء مهمته. العنصر الثاني يكون عنده مهارات تواصل جيده، يعرف ازاي يرد على العميل، يعرف ازاي يخاطبه، يعرف ازاي يتواصل مع العميل. لازم يكون هؤلاء الافراد عندهم صفتين مهمتين، اول شيء انه يكون كفء في مهمته، العنصر الثاني يكون عندهم مهارات تواصل عاليه. زي ما قلنا الكفاءه والتواصل الفعال. الكفاءه والتواصل الفعال دول عنصرين ثلاثه الاهميه. وزي ما قلنا اهميه قصوى في حاله ما كان هذا المنتج يكون خدمي وليس منتج. العنصر السادس اللي هي ايه؟ الاجراءات اللي هو الاليه في تقديم الخدمه. يعني يكون اجراءات تاديه الخدمه سهل، مثلا زي ايه؟ وقت الانتظار. انا رايح مثلا في مكتب الاتصالات، وقت الاتصال بتاعي ده يكون برضه بقدر الامكان مقتصر، ما يكونش طويل، يبقى اوفر عدد موظفين كاونترات اكثر بقدر الامكان. اعتقد فاطمه بتقول للاسف خدمه العملاء مستواها في الوطن العربي مدني جدا. والله بدات تتحسن، انا بلاحظ في بعض الشركات اللي انا اتعاملت معاها، يعني كان الاول ما فيش خالص، الان ابتدت في كل مجال شركه او اثنين بدا يبقى في نوع من الايه؟ التدريب، تحس ان اللي معاك مدرب، وعارف حتى الواحد لو في مشكله بيعرف ازاي يحلها وباعصابها. بداوا الان في تدريب على الموضوع ده الحمد لله يعني. وعلى فكره خدمه العملاء من اهم الاشياء بالنسبه للشركه. الممكن خدمه العملاء الشركه تفقد عملاء هم عملائها اصلا. وهشوف كمان شويه ان الحفاظ على العملاء في احد العناصر العشره من اهم الحفاظ على العميل الحالي في منتهى الاهميه. انا ممكن افقد عميل حالي وده شيء مكلف جدا لاي شركه. هشوف كمان شويه ان شاء الله العميل الحالي عشان لو فقدته هحتاج اصرف خمس اضعاف عشان اجيب عميل جديد. فده شيء في منتهى الخطوره. نعود الى السيفن بيز ونقول رقم سته الاجراءات وهو الاليه في تقديم الخدمه. يعني مثلا وقت الانتظار. يبقى ايه؟ وقت الانتظار قليل قدر الامكان. نوع ودقه المعلومات التي تعطى للعميل. نوع برضه من الاجراءات. درجه المساعده التي يقدمها الموظفون للعملاء بحيث ان انا مثلا هعدي طلب مثلا معين ما يكونش طلب معقد. حتى مثلا لو عملت اوردر لشركه معينه للحصول على السلعه، تاجر مثلا والله عايز من هذا الصنف 23 او 50 كذا، بعمل اوردر. بيسموه بقى الاوردر بروسيسنج او كيفيه سير الاوردر او طلب الشراء داخل الشركه بيكون غير معقد، ما يقعدش مثلا يوم بحاله هم بيدققوا في هذا الطلب. الباشمهندس فاتن بتقول فقد عميل واحد يعني فقد ما لا يقل عن 200 شخص في هذا الشخص. نعم تمام. لكن ان اهتم بالشركه تمام. ده على المدى البعيد شويه، لكن المدى المباشر يعني كده بس هنشوفها كمان شويه، انه فقد عميل واحد بيكلفك خمس اضعاف، يعني تكلف خمس اضعاف انك تهتم بعملك الحالي، تصرف خمس اضعاف عشان تجيب واحد جديد. موضوع في منتهى الاهميه. لكن على المدى الطويل هذا الشخص ده ممكن يعمل نوع من الايه؟ يسموه الورد اوف ماوث، ان هو يبدا يسوق سمعتك عن طريق التسويق السلبي لاصدقائه ومعارفه وهكذا. تمام. فالاجراءات تكون بسيطه عشان اؤدي الخدمه او احصل على السلعه، يكون الاجراءات سهله وسلسه. العنصر السابع والاخير في المزيج وهي الادوات التي تشعر العميل بالراحه والسكينه. مثلا وجود مقاعد مريحه، لو انا قعدت مقاعد مريحه، لو انا مثلا اريد اضاءه مناسبه، لو انا في قاعه تدريب يبقى عندي اضاءه مثلا ما يكونش اضاءه خافته، يكون مثلا في بروجيكتور، يكون في
وسائل تكييف مناسب، مياه بارده في المكان، دي هي الحاجات المنوية في داخل المكان. كل مثلا انا لو عندي بقدم خدمه او سلعه سعرها غالي شويه، واخلي المكان في مستوى هذه السلعه، يعني انا بحط الصوره الذهنيه لهذا المنتج او هذه الخدمه انها خدمه لطبقات معينه، لازم يكون جو المكان نفسه يشعر المستهلك بانه فعلا في مكان فايف ستارز. حتى البروشور، حتى اي ملصق او اي شيء دعائي، ماده دعائيه ولو ورقه، يكون برضه ورق فاخر، يكون طباعه فاخره، لازم تكون مستوى على حسب المستوى اللي انا بتكلم بيه، وعلى حسب البوزيشننج اللي انا عايز اعمله في اذهان العملاء. يبقى دول السبعه فيز اللي احنا بنتكلم عنهم في عناصر المزيد التسويق. يبقى ده السادس عشر خطوات اللي قلناهم في ان انا اعمل تسويق فعال، اللي هو اصمم مزيد تسويقي فعال. لازم اعرف مراحل القرار الشريك المستهلك. بعد ما خلصت بقى من التشريح وبعدين استهداف وبعدين ابدا اصمم مزيج تسويقي مناسب للفئه المستهدفه، لازم اعرف ازاي بيتخذ قرار الشراء من قبل المستهلك، عشان على اساسه حد اخبره. ان انا اعرف، لازم اعرف المستهلك اللي انا بستهدفه ده سلوكه ازاي. لابد من دراسه ومعرفه سلوك المستهلك وحاجاته وكيفيه اتخاذه للقرار الشرائي. عشان المستهلك يتخذ قرار شرائي بيمر بكذا مرحله. مبدئيا هنعرف بس كده، طبعا معظمنا عارفين هرم ماسلو للحاجات الانسانيه، ان كل طبعا هو الحاجات الفسيولوجيه في الاول، ثم الامن والسلامه، ثم الانتماء والمحبه، ثم المكانه والتقدير، ثم تحقيق الذات. واللي لسه اول مره يعرف هرم ماسلو، دي عباره عن معالم ماسلو، وده يرتبها من حيث الاولى الى الاقل اهميه الى الاقل اهميه. فكلما اتجهنا الى قاعده الهرم كلما كانت الحاجه ملحه اكثر، وكلما اتجهنا الى قمه الهرم كلما كانت الحاجه اقل اهميه. يعني الحاجات الفسيولوجيه زي الطعام والشراب والاخراج والصحه العامه وهكذا، ديت الحاجات الفسيولوجيه. الامن والسلامه اللي كنت على نفسي وعلى اسرتي وعلى اولادي، ده الحاجه الثانيه اللي بعد الحاجات الفسيولوجيه. ثم الانتماء والمحبه، ان انا اشعر ان انا في مجتمع وفي بيئه اشعر بالانتماء اليها، واشعر ان انا مقبول داخل هذه المنظومه. ثم بعد ذلك المكانه والتقدير، ان انا اشعر ان انا اكون ليا مكانه في هذا المجتمع. طبعا كل ما طلعنا لفوق كل ما قلت الحاجه الى ان انا كل ما استكمل حاجه من هذه الحاجات اطمح للحاجه التي تليها. عندي حاجات فسيولوجيه، ابدا اهتم بالامن والسلامه. عندي امن والسلامه، ابدا اهتم بالانتماء والمحبه. في انتماء ومحبه داخل المجتمع، ابدا ابحث عن المكانه والتقدير في مجتمعي. ثم وجدت المكانه، ابدا عن تحقيق الذات، ابدا اشوف الحاجات اللي بشعر معاها ان انا محقق ذات. بنقول ليه الكلام ده كله؟ عشان خاطر نقول ان كل ما كانت السلعه بتخاطب قاعده الهرم، كل ما كانت الحاجه ملحه وساعدتني في تسويق هذا المنتج اللي انا بقصده. وكل ما كنت بخاطب حاجات فسيولوجيه، يعني مثلا بتكلم عن دواء، بتكلم عن طعام، بتكلم عن شراب، دي حاجات كسر. وبالتالي يبقى عندي حاجه هنا ملحه، يبقى انا بخاطب حاجه اساسيه للانسان. ثم الامن والسلامه، ثم كذا. طيب انا كل ما كان منتجي موجه لتنفيذ حاجه من هذه الحاجات الاساسيه، كل ما كان ادعى لتسويقه بشكل ايسر وبشكل اسهل. ده يعني ايه؟ خلي السياق، ولكن يجب عشان خاطر ابدا الذي طيب هذا المستهلك كيف يتخذ قراره الشرائي؟ يمر بخمس مراحل عشان يتخذ قرار شرائي. احنا حتى كلنا بنمر بهذه المراحل، ولكن بدون ان نفصل فيها ونقعد نحلل فيها بشكل يومي. اول شيء مرحله الشعور بالحاجه للمنتج، من ابدا انا اشتري هذا، دي اول مرحله. ثم انا حسيت ان انا مثلا من كلمه في الموبايل، انا شعرت ان انا والله الموبايل ده انا محتاج اشتري موبايل جديد، ان اللي معايا يعني موديل قديم، او لقيت ان زملائي في العمل عندهم موبايل جديد، فانا عايز انا كمان يبقى عندي موبايل جديد. دي مرحله الشعور. ثم مرحله جمع المعلومات، لا اقوال، هل الماركه دي احسن ولا دي احسن؟ الاوبشنز دي انا محتاجها ولا لا؟ طيب اوفر السعر مقابل الاوبشن ده، محتاج كاميرا مواصفات كذا،
ابدا اجمع معلومات عن المبادرات الموجوده في السوق. ثم مرحله التقييم ما بين البدائل. يبقى عندي والله الماركه ديت والماركه دي والماركه دي، وداخل الماركه في اكثر من موديل. ابدا اقيم ما بين البدائل، ده في اوبشنز احسن بس سعر اغلى شويه. طيب ابدا اشوف بديل اخر وهكذا. يبقى انا بعمل تقييم ما بين البدائل المختلفه. بعد ما اقيم بيوصل او بخلاصه ان انا خلاص اتخذ قرار شراء. انا خلاص اتخذ قراري ان انا هشتري هذا الموبايل برو اكس. طيب الخطوه الخامسه انا خلاص اشتريت، مرحله ما بعد الشراء. وهذه الخطوه في منتهى الاهميه لاي مسوق. يعني هي مرحله بالنسبه لبتاع البيع هو خلاص اتم ما عنده، باع خد الثمن ما باعه، فايه فكده خلاص انتهت المهمه بالنسبه له. التسويق بقى بالنسبه له لما ينتهي الامر. مرحله ما بعد الشراء دي في غايه الاهميه. ما بعد الشراء بينقسم العملاء الى ثلاث اقسام. بينقسم العملاء الى ثلاث اقسام. اول شيء ان يجب المواصفات او المنافع التي حصلها من المنتج اقل مما كان متوقعا. وعنده مستوى معين متوقع لمنافع من هذا المنتج. اول شيء ان يحصل ويشعر انه حصل على منافع اقل مما كان متوقعا. في هذه الحاله بيبقى في عدم رضا من قبل الايه؟ المستهلك، وبالتالي ممكن هذا المستهلك يعمل لي زي ما قلت الاستاذ فاتن من شويه من خلاص يعمل لي دعايه سلبيه للمنتج. طيب حاله ثانيه بيكون في توازي ما بين ما كان متوقعا من قبل المستهلك وما بين ما حصل من منافع. يبقى عندي توازي او تساوي ما بين الايه؟ الحالتين. عنده مستوى توقع معين من المنافع وحصل نفس المستوى. هذا بيصل الى مرحله الرضا، دي حاله يرضيها يعني كل المسوقين، يصل الى ارضاء المستهلك. طيب برضه في هذه الحاله شيء جيد، يعني مرحله في منتهى الجوده. طيب الشيء بقى الارقى من ذلك، وده بقى الايه؟ هدف المسوق الايه؟ السوبر يعني. ان هو يصل الى مستوى اشباع للحاجه فوق ما كان متوقع من قبل المستهلك. يعني انا متوقع ان انا حاصل الى مستوى معين من اشباع حياتي، اجد ان فيه ما يسمونه القيمه المضافه في المنتج تؤدي الى ان انا بجد اشياء ومنافع فوق ما كنت اتوقع قبل شراء المنتج. في هذه الحاله يتحول هذا المستهلك الى مسوق بالنسبه لي. وانجح طريقه كما يقول كبار المسوقين للتسويق هي بيسموها ال WOM او ورد بموز، او اللي احنا بنقول بالبلدي كده ان انا بقول رايي كمستهلك ليس لي ضرر. انا طبعا كل ما اودي الرسائل التسويقيه انا في الاخر انا متهم ان انا بدافع، يعني انا رايي في الاخر مجروح في دعايه. لكن بس هذا الراي عن واحد مستهلك مجرب بيكون انا على الثقه. هذا الزبون على الاقل بيجيب لي خمس زباين اخرين بدون ما اصرف ولا مليم في الدعايه. يبقى انا بمنتهى البساطه استطعت ان انا اوجد زبائن اخرين عن طريق هذا الزبون. كل زبون على الاقل بيجيب لي خمس زبائن اخرين. يبقى انا وصلت هدفي ومت غايه من هذا الموضوع. حتى بيسموا يعني في ناس بعض الدراسات عاملين حاجه اسمها بيسموه ايه؟ ما بعد رضا المشتري. طبعا هو كل الدراسات التسويقيه هدفها رضا المشتري. يعني كل هدف من المسوقين الوصول الى رضا المستهلك. فيما بعد رضا المستهلك ما يسمونه مرحله الولاء للمنتج او مرحله الولاء للشركه. لدرجه مثلا انا اكون شاري موبايل، لو حصل وصلت لهذه المرحله ان انا لما احب اغير الموبايل بعد كده اشتري من نفس الشركه، ما اغيرش الشركه. انا مثلا اشتري سامسونج، انا دايما هطور موبايلي من نفس الشركه، ما هروحش لشركه ثانيه. ليه؟ نتيجه الولاء للشركه. ده بياتي من ايه؟ من ان انا بحصل على منافع فوق ما كنت اتوقع. يبقى انا بحدث مرحله ما بعد الشراء في غايه الاهميه بالنسبه لاي مسوق ناجح. بدي المراحل الخمسه لاتخاذ القرار الشراء. هندخل بعد كده في العنصر السابع المرحله السابعه الخطوات العشر لتسويق فعال، هو بناء العلامه التجاريه.
من العلامة التجارية دي برضو شيء في منتهى الأهمية، بيحقق منافع تسويقية للمنتج بشكل كبير جدا. وهنبدأ نتكلم عن خطوات بناء علامة تجارية. أول شيء استخدام الرابط. بمعنى إيه الرابط؟ إن أنا أربط ما بين العلامة التجارية وبين هذا المنتج. فقد يكون هذا الربط بفائدة واحدة رئيسية، زي مثلا مثال لي المرسيدس الأرقى مكانا، يبقى في ربط ذهني إن المرسيدس هي الأرقى مكانا. ممكن يكون الربط هذا بفائدتين، الأكثر أمانا والأطول عمرا. فأنا ربطت علامتي التجارية بفائدني بالنسبة للمستهلك، هو الأكثر أمانا والأطول عمرا. ربط المنتج بثلاث فوائد، زي عارفين بونكس نظافة وريحة وتوكيد. فربطت المنتج أو العلامة التجارية بثلاث فوائد بالنسبة للمستهلك. يبقى أول شيء أو العنصر استخدام الرابط. تمام، لكن خلصت ثاني. طبعا دي نوع من المهارة في التسويق طبعا. طيب يبقى أول عنصر إننا نستخدم الرابط، والرابط قلنا إيه؟ ممكن يكون رابط فايدة واحدة أو فايدتين أو ثلاث فوائد. طيب النقطة الثانية في التجارية، الناس دي ما بتلعبش، حتى مهما كان المنتج يبدو ان هو منتج يعني قليل القيمة، حتى لو يعني شيء لا يذكر يعني، ولكن لما يقف وراه الناس مسوقين بيعرفوا يعملوا لهذا الشيء اسم كويس. فالموضوع يعني فيه فلوس، وطالما فيه فلوس ورا الموضوع يبقى تمام الاهتمام ونوع من التسويق الجيد يعني. الأستاذة فاطمة بتقول الرابط ده بيكون العبارة المشهورة بها شركة الإعلان، هو مش ده بالظبط، لكن هو ده بيسموه الشعار. لو قلنا العبارة المشهورة دي اسم الشعار، ولكن ده الرابط الذهني، إن أنا يكون المعنى الورد في ذهني، سواء بتكرار لفظي أو حتى من غير ما يكرروه بشكل لفظي. تمام. الإجابة على سؤال لماذا يجب أن أشتري منك؟ لازم أنا وأنا بسوق أحط نفسي مكان المشتري. انا هشتري المنتج ده ليه؟ لازم اجيب عن هذا السؤال، ولازم اجيب عليه بشكل يعني عميق وشكل جيد، لانه في الاخر المستهلك ده هو هيقرر هو هيشتري ولا لا، هو في الاخر صاحب قرار الشراء. يعني بمعنى اي ما هي القيمه الكوليه للمنتج؟ هيمثل ايه من قيمه؟ وزي ما عرفنا القيمه الفرق ما بين القيمه والتكلفه. القيمه اللي هو الفائده اللي بيحصل عليها مجموع المنافع اللي بيحصل عليها المستهلك، والتكلفة هو مجموع ما يدفعه المستهلك مقابل حصوله على هذه القيمة. في هذه المرحلة في الإجابة على السؤال لماذا يجب أن أشتري منه، يجب أن أعدد منافع المنتج، لا أكتفي بفائدة أو اثنين، لا أعدد 20 30 على قد ما أقدر يعني. يبقى عندي 50 سبب ليه أنت هتشتري مني ليه؟ يعني أقنعه بأول خمس أسباب، وما اقتنعش يبقى عندي فيه كمان خمسة وكمان خمسة. يبقى لا أكتفي لما انا اذكر فايده او اثنين، لا يبقى عندي العديد من الاسباب التي تدعو المستهلك الى الشراء. رقم ثلاثة، اختيار اسم العلامه التجاريه. يكون له واقع في اذهان المستهلكين. زي مثلا ويندوز كمثال، ويندوز يعني ايه؟ نوافذ. وده الاسم معبر جدا عن الويندوز اول ما طلع. طبعا ده كان في انظمه تشغيل سابقه كانت اكثر تعقيدا، فلما طلع الويندوز تمام بالظبط، في دليل على هذا الشركه وعلى المنافع كمان. كان عباره عن نوافذ في الشاشه بتحركها وتعمل دراج اند دروب، وكان الحركات كانت يعني ايه ايامها كان يعني ايه انجاز مذهل يعني. او كان ويندوز طبعا على قد حاله خالص يعني، بس كان بالنسبه لانظمه التشغيل السابقه كان يعتبر انجاز يعني ضخم جدا. من ضمن اختصاص العلامه التجاريه ديت فيه برضه شيء لطيف نذكره، انه يكون اسم سهل، ما يكونش اسم معقد. ولذلك يفضل ان يكون اسم النشاط او اسم السلعه او اسم الشركه بيسموه يكون حروف شفويه، بمعنى تكون حروف سهله النطق، حروف طالعه من اول مخارج النطق. ما يكونش مثلا في حرف القاف
ما يكونش في حرف الخاء، الحروف اللي هي تخرج من مؤخره الفم كما يسمى علماء الترويج حروف حلقيه تبقى صعبه في النطق، وبالتالي لازم يكون اسم المنتج نفسه او اسم الشركه سهل النطق، حروف شفويه يبقى ايه ترديدها سهل. ويندوز حتى حاول تجرب حضرتك كلام مع نفسك، كثير من الاسماء فودافون كلها حروف شفويه يكون نطقها سهل، وفي حتى يكون في جرس موسيقي في تختار اسم علامه تجاريه في منتهى الاهميه ايضا حتى يكون يعني يتوارد الخاطر ويسهل نطقه بسهوله. تكون هذه الارتباطات ارتباطات قويه، يعني مثلا مجد مثلا زي ما شايفين جايبين صوره مهرج يعني بمعنى المرح، يعني ارتباط ايجابي. ماذا يمثل الكلاون او المهرج؟ المرح والنكاهه وايضا جذب الاطفال، هذه ارتباطات ايجابيه وارتباطات قويه. اعطيناها بالضبط كده بحيث لما اشوف الصوره دي على طول يروح بين المجد، يبقى ارتباط قوي وارتباط ايجابي في نفس الوقت. الشيء بقى المميز اكثر طبعا ان يكون ارتباط مميز غريب، يكون ارتباط يعني ما حدش عمله قبل كده، ارتباط يكون مميز يعني غير مخلوق او ما حدش قدمه بهذه الصوره، يكون فريد من نوعه. يبقى بناء ارتباطات بالعلامه التجاريه. رقم خمسه اطلاق الكلمه التي تعمل، يعني مثلا امثله بي ام دبليو الاداء القوي، فيدرال اكسبريس خلال الليل، هو معمل خلال الليل لشركة شحن أمريكية. أبل الكمبيوتر التصاميم الفنية، تصميمه راقي. كودك الفيلم، يعني أي يعني بمعنى إيه حاجة ساعة أقول كذا. والكوكا كولا. فيبقى في ارتباط ذهني وفي إطلاق كلمة عن العلامة. كودك الفيلم، يعني أي فيلم يبقى اسمه إيه كودك على طول. يبقى دي رقم خمسة اللي هو إطلاقه التي تعبر عن العلامة. رقم ستة الشعار، ده اللي كنا شايفين اسمه الشعار باللغة العربية. الشعار اللي هو المنطوق اللي هو الكلمات، والشعار الثاني اللي هو اللوجو، انا قريت ترجمة ممتازة له اللي هو الوسم. احنا برضه بنستخدمه احيانا اللوجو بنترجمه شعار، ولكن الترجمة الأدق عشان نميز ما بين الشعار المكتوب سلوجن وما بين اللوجو، اللوجو اللي هو الوسم اللي هو الشعار المرسوم. والشعار اللي هو الشعار بقى اللي هو ايه؟ الجملة التي تعبر عن الشركة. فالشعار أطلقت بعض الشركات شعارا للتذكير بعلاماتها التجارية ويتم تردده في كل إعلان تقدمه. مثلا خطوط الجوال البريطانية، خطوط الطيران العالمية المفضلة. حيث إن أنا يجي في ذهني خطوط البريطانية على طول خطوط الطيران العالمية المفضلة. الاختيار الصحيح. جنرال إلكتريك، نحن نأتي بالأشياء الجديدة إلى الحياة. كتير بقى يعني حضرتك اكيد سمعت يعني سلوجنز كتير او شعارات كتير بتحمل حاجات ايجابيه بالشكل ده. فتربط الشعار بتاعك الشركه بيكون شعار يعني في نوع برضه من الدرس في النطق، وايضا يكون ايجابي يكون سهل برضه في ترديده. يبقى ده رقم سته الشعار، ده كله بنتكلم فيه خطوات بناء علامه تجاريه. اختيار اللون مهم جدا ايضا، يعني مثلا الاحمر والازرق في المشروبات زي بيبسي مثلا بيثير الشهيه للشرب، الاحمر الاحمر طبعا بيثير الشهيه، والازرق يشير الى البروده، اشعر ما تشوف شعار بيبسي اشعر انه بيبسي وعليه شويه انا في الله يبارك في حضرتك عشان تقول ايه. فالالوان مهمه جدا برضه في الالبان تلاقي اكثر استعمالا عشان يعبر عن المراعي، اللون الاخضر واللون الازرق اللي هو اللون اللي احيانا يضرب اليه اللبن في بعض الاحيان لما يكون ايه اللبن جيدا، فتلاقي اللون الازرق والاخضر اكثر استعمالا في منتجات الالبان وهكذا. الوان فيها طاقه في التدريب، لو عندنا مؤسسه تدريب مثلا يبقى الوان فيها طاقه كده من التحفيز، والتحفيز الى طاقه، وبالتالي يبقى عندنا الوان فيها نوع من البهجه والطاقه. جزاك الله خيرا يا باشمهندس الله يبارك في حضرتك. يبقى في بناء العلامه التجاريه عندي ايضا عنصر الالوان يكون اختياره بدقه. برضه بالمناسبه مثلا في القهوه بنعمل اللون البني.
في المطاعم في بعض الالوان ممنوع استخدامها، ممنوع لانها بيسموها الوان صادة للشهية، زي اللون الازرق مثلا، اللون الازرق بيسموه لون صادة للشهية. فهتلاقي في المطاعم اللون الاحمر غالب، اللون النبيتي برضه شغال، الاخضر برضه بيشير الى الخضره وهكذا، لكن اللون الازرق يعني استخدامه في المطاعم يكون غير مفضل، لانه اللون ده سبحان الله بيدي طاقه سلبيه بالنسبه للشهيه. التصميم والرمز في دلاله على المنتج او على الشركه، يعني مثلا في مثال في شركه اسمها فيوتشر تريننج، لو لاحظت الاسهم سهم صغير بيسلم سهم اكبر، فسهم اكبر من الثاني، بينطلق الى المستقبل، وبنمو كمان في الاتجاه للمستقبل في حاله من النمو. يبقى تصميم الرموز نفسها يكون فيه تعبير عن شيء ايجابي خاص بالمنتج او السلعه التي نقدمها. يبقى تصميم الرموز طبعا المصممين طبعا اتسبب في هذا الموضوع، يعني مجال المصممين في ان هم يستخرجوا المعاني الايجابيه في اللوجو او في الوسم الذي يستخدمه. والمده الثانيه والتكرار، انا بعمل حمله اعلانيه او حمله تسويقيه، لا انتظر ان يكون ثاني يوم يعني حققت نتائج، لكن انا هدفي مش بنظر بكره ولا بعد ولا السنه دي، عندي في نوع من التكرار، يعني ما ينفعش اعمل، اذا كنت بقى واصل ان اعمل حمله اعلانيه مش يعني خلال مثلا شهر او خلال شهرين او ثلاث شهور، لكن انا هدفي وانا بعمل حملة الاعلانيه او حملتي التسويقيه تعتمد على ايه؟ الزمن التكرار، خصوصا في العلامه التجاريه. العلامه التجاريه لا تبدا او لا تنتهي خلال سنه وخلاص، لا انا ببني على مدى سنوات. يضع اسم في السوق على المدى المتوسط، تمام بالظبط، او يصنع اكثر يعني ادق شويه، انه عامل صناعه للعلامه التجاريه، حتى انه في ما يذكر انه في حاجه اسمها صيانه العلامه التجاريه، دي احد اقسام التسويق غير البحوث التسويقيه والتسويق نفسه وهكذا. في قسم خاص في الشركات الكبيره اسمه صيانه العلامه التجاريه، بمعنى ان هو دايما يبقى محافظ ويقيس مدى الصوره الذهنيه عند المستهلكين بالعلامه التجاريه الخاصه بيه. تمام. الحاح انه برضه في دراسات نفسيه في هذا المجال، انه لو تردد حتى في الاعلان، لو تردد لحن معين للاعلان بيفضل عالق بذهن المتلقي 24 ساعه. فلو كررنا هذا الاعلان اكثر من مره هيبقى اكثر التصاقا بذهن المتلقي، حتى هم بيقيسوا هذا الكلام، يعني مش موضوع حد تجاري، لا في قياسات وارقام محدده في هذا الموضوع يعني. فكل ما كان في الحاح اعلاني كل ما كان في بناء لهذه العلامه. وزي ما بنقول انه في الشركات الكبيره في قسم خاص لصيانه العلامه التجاريه، بحيث انها تضمن كما قال الاستاذ اسامه تثبيت المنتج في ذهن العميل، وتشوف هذا هل تزحزح هذا المفهوم ولا لا؟ هل يعني علامتنا التجاريه اصبحت الان اقل في مبيعات ولا تزيد؟ وبالتالي يحصل صيانه، اذا والله حسينا ان في نوع من الزعزعه في علامتنا التجاريه نبدا نكثف حملات اعلانيه ثانيه ونعمل تبشير للتسويق بتاعنا، بحيث انه نقصر ثاني نرفع من مستوى الحضور الذهني في العلامة التجاريه في اذهان المستهلكين. كده احنا انتهينا من بناء العلامه التجاريه، يبقى نتوجه الى النقطه الثامنه في النقاط العشر في التسويق الفعال، وهي حافظ على عملائك الحاليين. واحد الاخوه كان سال هذا السؤال ان انا هل خدمه العملاء هنا وطنون عربي بسهوله؟ زي ما قلنا انه تكلفه الحصول على العميل الجديد تكلف 5 اضعاف تكلفه الحصول الاحتفاظ بالعميل الحالي. باشمهندس حضرتك بتقول يتم وضع خطط ومتابعتها ويشوفوا هل كما هم ام يعدلوا. تمام بالضبط كده. تمام. يبقى زي ما قلنا انه الحفاظ على عميلك الحالي تكلفك 5 ما ستنفقه اذا فقدت العميل وبحثت عن عميل اخر. ده طبعا ده كلام علمي مش كلام تجاري. طيب في برضه مثال نحب نقوله سوا ان شاء الله، يعلن
ستوني يومان الذي يدير احدى اكبر الاسواق التجاريه في العالم عن قاعدتين للموظفين. ايه هما القاعدتين دول؟ حضراتكم مش شغالين كده، ايه القاعدتين دول؟ العميل دائما على حق. العميل دائما على حق. طب ما فيش اختلاف. هو قاصد ان هو يكرر الجمله تاني. ليه؟ هو حاسبها بشكل معين، يبدو ان هو كان يعني شخص حريص شويه. هو حسبها لان العميل الواحد لدى سوق بينفق في السنه 50,000 دولار. حسبها ازاي؟ 100 دولار في 50 اسبوع اللي هم السنه 52 اسبوع، كل 50 اسبوع في 10 سنوات هيبقى بيساوي 50,000 دولار. يبقى العميل ده بيبالي عباره عن 50,000 دولار. تمام؟ يبقى العميل ده بالنسبه لي انا لما افقده انا بفقد 50,000 دولار. بمعنى ان انت كموظف عندي مش هتكسبني 50,000 دولار، العميل هو اللي هيكسبني. وبالتالي لازم العميل دائما يكون على حق. طبعا برضه في هذا الصدد لابد ان اذكر ان العميل يكون على حق في كل الامور ولكن فيما يخص المنتج. ولكن فيما يخص المنتج، يعني مثلا ما يجيش عميل يغلط شخصيا في شخص مندوب المبيعات او شخص احد الموظفين ويقول له انا على الحق. لا، انا بتكلم على الحق فيما يخص المنتج. يعني مثلا انا شايف انه الريزولوشن بتاع اللابتوب بتاعي المفروض برقم معين. والله العظيم مش شايف ان ده مناسب، انا عايز ريزولوشن اقل من كده. انت تقول له لا الريزولوشن ده احسن، كل مكان عالي كل مكان احسن. يقول لك لا انا عايز ريزولوشن اقل. يبقى هو على حق انك تعمل له اللابتوب ريزولوشن ببساطه، لان هو اللي هيشتري ويدفع فلوس. والله عايز علبه العصير بالشكل الفلاني، يعني الشكل ده احسن. لا هو اللي هيشتري، صمم له اللي يعجبه، صمم له الطعم اللي هو يعجبه. فبالتالي هو الله يبارك فيك يا استاذ يوسف، الله يبارك فيك. وبالتالي انت بتخاطب مين؟ بتخاطب العميل. يبقى تصنع ما يشتريه العميل، انت لا تصنع ما يعجبك انت، تصنع ما يبغيه الزبون. وبالتالي العميل من هذه الزاويه دائما على حق، دائما على حق فيما يخص المنتج او الخدمه التي يؤديها. يعني النقطه دي مهمه جدا، هو حافظ على عملائك الحاليين. اهتم بعمليه التسويق. يقول جون نتويتش ان اعظم ما في التسويق شيء يستغرق ساعه في تعلمه ويستغرق العمر كله او باسره في احترافه. يعني تعليم التسويق لم يعد صعبا، يعني في دورات وفي كتب وفي وخلافه. الموضوع ما هوش مستحيل، موضوع يعني ما هوش صعب. ولكن اهم شيء فيه، وهنا بيفرق مهارة المطبق أو الذي يقوم بالتسويق، يفترق شخص عن شخص آخر على حسب استيعابه وعلى حسب مهاراته الشخصية. ولذلك التسويق علم وفن في نفس الوقت. يبقى التطبيق أو التنفيذ هو ده الموضوع. ممكن أتعلم كله يبقى درس تسويق، في ناس درس التسويق وممكن أسمع لك كتب كوتلر يعني غلاف للغلاف. ولكنه لا يستطيع أن هو يسوق. ليه؟ لان هو لم يستطع ان هو يطبق هذا العلم على ارض الواقع. ان هو ايقاع العلم، ايقاع الحكم على ايه؟ على ارض الواقع. استخدم قاعده معينه في التسويق في غير موضعها، مثلا يعني بوظ الدنيا، او انه لم يقرا السوق جيدا، يعني لم يكن ناجحا في قراءه السوق بشكل جيد، يستطيع ان يحكم بشكل متوازن على ما سيقوم به. تمام بالتاكيد. وعلى فكره جزاكم الله خير استاذه شيرين. وده على فكره من ضمن الاشياء اللي بتبين ابداع المسوق. لان في مجال كبير جدا للابداعات، موضوع مش بس مجرد علوم جانبه، لا في مجال واسع جدا للابداع في مجال التسويق. ولذلك كما يسمي كوتلر انه بيقول ان التسويق بحر هائج متلاطم الامواج. ومتغير، وتغير التسويق ده هو اللي بيعطيه الحيويه وليس يبقى شيء رتيب وشيء يعني ايه معروف سلفا النتائج. فكون تلاطم هذه الامواج يعطيه نوع من الحيويه. ايضا بيقول انه معظم استراتيجيات التسويق جيده ولكن التسويق يفشل دائما في مرحله التنفيذ. يعني كله اي حد بيشتغل في التسويق اكيد بيكون عنده دورات او تخصصه تسويق، ولكن التنفيذ هو الذي يكشف عن مسوق جيد او مسوق غير جيد. النقطة العاشرة، اعمل في اطار الاخلاق.
والنبات. طبعا اكيد معظم حضراتكم فاكرين ان احنا بنتكلم في الاطار اللي هو الاطار الاخلاقي والاطار الديني. طبعا هذا بالنسبه لنا كمسلمين وكعرب شيء مهم جدا ومقدر، واكيد برضه كل دول اخلاقه ومبادئه، ولكن احنا بنتكلم في التسليم الان. تمام بالضبط، اهم ما يحكم التسويق الان لم يعد تسويق زمان، اللي هو انا كل هدفي ان انا اعمل نوع من الترويج واكسب فلوس وخلاص على كده. الان من حوالي من اوائل القرن ال 21 بدا يسمى بمفهوم التسويق الاجتماعي كما ذكرنا في المحاضره دي، التسويق الاجتماعي. الان هذا الموضوع يعني في تقدم، كل ما كنت بتعمل في اطار المبادئ والاخلاق والقيم المجتمع الذي تعمل فيه هذا يجعلك تسويقيا. يعني هو طبعا اطار الاخلاق والثواب يعني كما نؤمن به ان هذا واجب ديني علينا، ايضا في اطار المادي حتى في اطار الناس اللي هم الماتيرياليست اللي هم الماديين، ده اصبح واجب ونوع من المهنيه ان نعمل في اطار الاخلاق والمبادئ. حتى يعني كوتلر فيما يسميه التسويق 3.0 او تسويق في الاصدار الثالث، هو بيقسم التسويق الى ثلاث مراحل. هو حاليا بيقسم المرحله الحاليه الى رقم ثلاثه، بينتقد وبحده الراسماليه الانديه في من الناحيه التسويقيه، بيقول ان هذا ضد الحركات التسويقيه اللي هو الراسماليه الخانقه، الراسماليه الفاحشه. فلازم يكون من الناحيه التسويقيه يكون هذه الراسماليه عندها نوع من الاخلاق. وعلى فكره برضه في امريكا، عشان برضه نكون منصفين، من فتره او منذ زمن وعندهم فكره الفاونديشنز، اللي هو يعني مثلا زي هنري فاونديشنز، هنري فورد فاونديشنز مثلا، عمل كسب كتير الراجل، وعمل مؤسسه خيريه منتجه واهدافها الربح من اجل الانفاق من ارباحها على مشاريع معينه. ودي متاخده من عندنا من الفقه الاسلامي او من التاريخ الاسلامي والتراث الاسلامي، من الوقف الاسلامي، والمسلمين ولنا الفخر ان احنا اول من انشا هذا الوقف. فبدا كل الشركات دلوقتي يعني كنوع من التسويق يعني يتسابقون في انشاء هذه الفاونديشن او المؤسسات الخيريه التي تخدم المجتمع. فمن ناحيه التسويق هذا، من ناحية المهنيه التسويقيه هذا الامر اصبح مطلوب ومطلوب بشده. والاتجاه الان في التسويق في اتجاه تعظيم هذه القيمه في التسويق. الاستاذ شاهد بيقول كيف يمكن استخدام مهارات البيع والتسويق في غير المنتجات مثل الخدمات او المغامرات الماليه. طبعا احنا كما ذكرنا في المحاضره الاولى انه المنتجات عموما بتنقسم الى ثلاث اقسام، اما منتجات سلعيه اللي هي الماديه، او خدمات او افكار. كل ده كانت في اطار التسويق. ايضا الخدمات طبعا عنصر اساسي في تناول التسويق. وطبعا المعاملات الماليه طبعا اكيد، يعني البنوك مثلا لازم الناس اللي هم شغالين في اقسام التسويق خصوصا في الائتمان لازم يدرسوا التسويق، عشان ازاي يسوق خدماته البنكيه بالنسبه لي خدمات، كيف يسوق هذه الخدمات في ظل منافسه البنوك الاخرى مثلا يعني، وكذلك المستشفيات وكذلك كل المؤسسات الخدميه. فنعود الى العمل في اخلاق المبادئ، ونقول ان عالم الاعمال اليوم مبني بشكل كبير على المبادئ والاخلاق التي يتحلى بها رجال الاعمال. هنقرا بس بعض نذكر بعض ان شاء الله. اول شيء الاتقان في العمل والجوده، يبقى عندي اتقان في العمل والجوده، يعني اعمل منتج حتى ولو كان في بعض الصفات او بعض الخصائص التي لا يشعر بها المستهلك انا اقوم بها. يعني في بعض المنتجات مثلا المستهلك قد لا يشعر ان انا لو اضفت مثلا ماده حافظ مش هتاثر فيه حاليا. يعني اذا الماده مش هتعمل له اثر، تمام، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فانا مثلا انا حامل منتج فيه ماده حافظه لم تؤثر عليه بشكل مباشر، وبالتالي لن يشعر بها، بس هتعمل لي تضمن لي ان منتجي يعيش فتره اطول، يبقى عمره صلاحيته اطول. فممكن اضيفها لو مش اخلاق، لكن انا باتقاني في العمل هيجعلني ان انا لا اضيف هذه الماده، وابدا ادور على بدائل اخرى. دي من ناحيه الاتقان في العمل والجوده. اثق في تنفيذ العقود. لما قلنا برضه ديت قيمه اخلاقيه وقيمه دينيه بالنسبه لنا،
نرجو من الله فيها الثواب، ولكن من ناحية برضه المادية انه لابد ان يكون في صدق في تنفيذ العقود حتى يكون في مصداقية للشركة. تحمل مسؤولية المنافسة والنجاح، عندي المسؤولية ما اعملش بقى انا حصل في نجاح عندي وفي ارباح، يبقى انا برضو في المقابل عندي ارباح واستفدت من هذا المجتمع الذي اعمل به، يبقى لازم افيده، يبقى انفق على مؤسسات تعليميه مؤسسات اعلاميه، يبقى انا اتحمل مسؤوليه هذا النجاح وابدا اعمل في اشياء خدميه للمجتمع الذي اعمل به. الصفه الاعلام بيعلن عن منفعه خاصه بالمستهلك وهي غير موجوده في المنتج اللي انا ببيعه. يبقى يكون في صدق في الاعلان والبيع. طبعا قلنا من الناحيه الماديه مطلوبه جدا، لانه بعد كده سينكشف هذا الامر وقد اكسب في المدى القريب، ولكن في المدى المتوسط والبعيد سيكون ده شيء. ونذكر في هذا يعني دليل شرعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، فمن قضيته بحق اخيه شيئا بقوله انما اقطع له قطعه من النار فلا ياخذه. بمعنى ان بعض الناس ممكن يكون لسانه يعني يريد التعبير، فيريد تعبير عن مساله عن هذه الخصومه وعن حقه وكذا، واخر قد يكون له حق فيبيعه هذا الذي التعبير بهذا الايه؟ بهذا الموقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، انك لا كن ربنا اعطاك لسان يريد التعبير لا تهضم به حقا لاخيه. ده يعني ايه؟ القيمه الاخلاقيه والدينيه بالنسبه لنا احنا يعني كمان صلى الله عليه وسلم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى صدق في الاعلان وفي البيع. الامانه طبعا من ضمن متطلبات الاخلاق والمبادئ في التسويق. ويبقى صدق الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وجزانا وجزاكم الله كل الخير على سعيكم، وجزا الله القائمين على هذه القاعه المباركه خير الجزاء. أرجو الله أن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.